برحب بحضراتكم مرة تانية، وزي ما قلنا لكم في بداية الحلقة احنا معانا مفاجأة مدوية. النهاردة معانا ضيف أول مرة يظهر، أول ظهور له تقريبا يعني في التلفزيون من وقت بعد ما انضم للقلعة الحمراء. معانا الفولت العالي اللي منور لوحده كهرباء. يا كهرباء وحشنا جدا 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 جدا. اولا مشتاقين ان احنا نشوفك جماهير النادي الاهلي وفي بيتك، اولا في البيت الكبير عوده حميده، والحمد لله على السلامه. وايه رايك في القناه، وايه رايك في التطوير اللي حصل في القناه؟ طبعا بشكر حضرتك طبعا استاذ حسام طبعا على المقدمه الجميله ديت. و احنا لحقنا يا كهرباء، ده يعني لسه في كلام كبير. ده انت لغز محير العلماء ومحيرنا. اصبر ربنا هيخلينا ان شاء الله. شرف لي ان انا اكون معاكم النهارده، مبسوط وما شاء الله يعني القناه يعني في حته ثانيه خالص بصراحه، يعني يعني تطور رهيب. وبشكر كل الناس طبعا اللي ساهموا في تطوير القناه ديت، ويعني ان شاء الله كده دايما كده عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي، يعني ان شاء الله كل الناس ان شاء الله باذن الله. طيب احنا عندنا كده تقرير مجهزينه ليك، بنرحب يعني بيك من خلاله. خلينا نشوفه، نتابعه معاكم مع الجمهور دلوقتي. اتفضل. يعني زي ما قلنا كده قبل اذاعه التقرير، ان بجد الكهرباء لغز فعلا محير ناس كتير قوي، مش عايزه اقول العلماء يعني. بس هل هو كهربا، يعني انا مش فاهمه بجد، يعني هو كهربا العصبي اللي بيتنرفز اللي شفناه في رمضان، ولا كهربا الجميل اللي يعني اللي بيضحك مع زمايله قبل التمرين وفي التمرين، ولا كهربا الصلب اللي ما بيتاثرش بحاجه اللي فكلنا عقده المغرب، ولا كهربا الجدع المحب الاصدقاء واللي ما بيعملش حاجه غير لما يعرضها على قمح؟ انت مين يا كهربا؟ انا كل حاجه كل دول. بس السؤال اللي بعده. انت كل حاجه انت قلتيها. لا والله انا مش، انا ساعات بتعصب كتير، بس لما في ماتشات يعني لما بحبش اخسر، وحتى في التمارين بحبش اخسر، فساعات بتعصب بس بتقلب عليها بالعكس. يعني بتقلب عليك بالعكس. يعني انا لما بتعصب مثلا بزعل فبروح مع نفسي، يعني بتعصب مع نفسي، بس لو حد من زمايلي رمالي كلمه ولا ضايقني ولا حاجه، انا ممكن اتعصب عليه اصلا من غير يعني من غير قصدي يعني. بس بيبقى في عشم يعني ان يعني الناس دي يعني، بس يعني لكن انا مش عصبي. كهربا جميل، كهربا جميل، كهربا جميل. بص كهربا، طبعا احنا مشوارك زي ما شفنا في التقرير مشوار طويل قوي. مريت مراحل الناشئين، مريت بفريق اول في انبي، مريت بتجربتين اعتقد او ثلاثه على المستوى الاحترافي، بعد كده عوده لنادي الزمالك، ثم عوده لبيتك النادي الاهلي. كل ده هنتكلم عليه، بس طبعا بقول لك كل سنه وانت طيب ان شاء الله. بكره وقفه عرفات، عيد ان شاء الله اضحى سعيد عليك وعلى كل المصريين. قول لنا بقى سريعا كده يعني الطقوس اللي يعني اللي بيعملها كهربا في العيد، عيديه وذبح واضحيه، احكي لنا برضه، قول لنا. لا انا دايما الاعياد دايما على طول بروح انا واهلي مصر القديمه، يعني المنطقه اللي مولود فيها، المنطقه اللي اتولدت فيها، مصر القديمه القاهره. فبروح دايما هناك في عيد الاضحى، طبعا بروح نذبح ونقعد هناك يعني يومين كده. قول لي انت نفسك انا اللي بذبح على طول فعلا. انا ممكن يعني والد دايما كل 20 يوم 25 يوم مثلا بياخدني نروح مصر القديمه نذبح ونمشي. يعني طول السنه كده. طول السنه كل 20 يوم او 25 يوم هو والدي محددها. طب حلو ما شاء الله، يعني برضه ما بعدتش عن مسقط راسك، وده حاجه جميله، حاجه جميله برضه الناس بتحب تشوفك. لا الحمد لله يعني على طول في مصر القديمه، يعني ده الناس دي كلها ليها فضل عليا طبعا، وانا مولود هناك يعني، وعمري ما حد ينسى اصلا يعني. طبعا الحمد طبعا لله. طبعا. وبعد ما بتذبح بقى بتسافر صح؟ الناس يعني معظمها بتعمل كده. ما عنديش اجازات. لا انا قصدي في العيد، في اجازه العيد. ما عندنا والله. احنا ممكن ناخد يوم يومين، لان دايما يعني لعيب الكوره دايما حياته بتبقى صعبه.
يعني طبعا. طول السنه تمارين مفيش يعني ممكن اجازه يوم يومين فمش هتلحقي تعملي فيهم اي حاجه وخاصه كمان الدوري كهرباء خلاص او يعني خلاص الدوري خلاص مفيش اجازات خالص يعني بس انت مش من النوع اللي بتقعد يعني مش يعني انت مش هتقعد في البيت كده يعني صح لا والله انا بقعد مع والدي ووالدتي على طول بس لما ببقى في يومين اجازه حاجه فبسافر يعني بتسافر هو طبعا الدوري على ابواب كهرباء وان شاء الله كل التوفيق واحنا كمان متابعين ما شاء الله داخل بشكل كويس قوي يعني خلينا بكلم بكل امانه انت عامل شكل كويس جدا جدا في النادي الاهلي ماتشات الوديه بتعمل هدفين صحيح. تدريبك على اعلى مستوى التزامك على اعلى مستوى فخلينا عشان برضو الناس تكون معانا خلينا نبدا من البدايه بدايه كهربا مع الكوره ازاي والمشوار الطويل اللي مشيت فيه لغايه ما شرفت ورجعت تاني لبيتك في النادي الاهلي يمكن انا مشواري انا كنت دايما يعني كنت بلعب قدام بيتي دايما صغير في الشارع يعني على طول في الشارع طبعا انت عارف بس يمكن انا كنت بحب اقف جون في الاول خالص والله وانا صغير خالص فحتى لما كنت بلعب من ورا والدي لان انا كنت بلعب حافي فوالدي كان على طول يعني لما شافني او عرف حد الناس بتقول له يعني ده محمود بيلعب حافي وكده فبيجي خاني معايا بقى وكنت صغير يعني كده سن كام كهربا يعني بدات انا كنت بدات انا عندي 7 سنين 6 سنين كده لان احنا كنا عندنا في المناطق الشعبيه دايما بيبقى صغيرين مع بعض بنلعب بقى ماتشات بالظبط ماتشات وضربات جزاء بقى وكده يعني بس ما كانش معترض على فكره لعبك للكوره اصلا لا لا ما كانش معترض هو كان معترض ان انا اتعور ايوه كنت صغير هو ما يعرفش ان برضه ان انا كنت هطلع لعيب فما كانش يعني عارف حاجه زي كده فكان بيخاف عليا فكان ليا اخويا بقى كان يعني يمكن اخويا ده برضه اللي علمني الكوره هو كان هو ده اللي شايل طريق راح النادي الاهلي فلما راح النادي الاهلي انا بدات بقى يعني اتمرن والدي كان مرني دايما وكان بيساعدني فرحت النادي الاهلي في سن 10 سنين ما شاء الله وكملت يعني بقى مع كان كابتن بدر رجب هو اللي اكتشفني هناك في النادي الاهلي كابتن بدر رجب كابتن بدر طبعا بس اخويا برضو اللي شجعني لان يعني هو اللي اتكلم مع كابتن بدر رجب ان انا يروح يعني اخوك راح النادي الاهلي ولعب في النادي الاهلي وانا كنت بحب العب في الشارع وانت كنت لسه بتلعب في الشارع كنتش عاوز وما كانش في دماغك تروح ما كنتش في دماغي انا كنت دايما كنت اصحى مثلا الساعه 10 الصبح مثلا نلعب لحد الساعه 6 المغرب كنا كتير بقى في الشارع يعني فكنتش بحب اصلا اروح ان انا العب لان كنت بحب العب انا وانا صغير حافي يعني عشان بحب العب كده بالكوره شويه بس بعد كده بعد النادي الاهلي يمكن قعدت كام سنه في النادي الاهلي يعني انت رحت كام سنه ومشيت من انا عندي 10 سنين مشيت وانا عندي 15 سنه خمس سنين بس يمكن دي بقى اللحظه الصعبه اللي في حياتي كلها اللي كانت ممكن يعني تحولني لحاجه تانية خالص او يعني دي اللي صممت ان انا اكمل فيها بعد ما مشيت من النادي الاهلي انا يمكن والدي كنت انا دايما كنت في يعني في الناشئين كان يعني كنت بلعب فكنت كان الحمد لله مستوى كويس فلما جم في النادي الاهلي قال لك احنا هنضم المواليد بتاعتنا للمواليد الاكبر فتاني مره رحنا اتمرن يعني مع المواليد الاكبر ما رحتش يعني هم ضموا والدي ما رحتش ليه لان انا كنت خلاص حاسس ان انا مش هكمل فقلت ان انا اشوف نفسي في طريق تاني اللي هو ايه بقى كان في دماغك ايه وقتها لا كنت راح نادي تاني بس نادي كنت يعني. راح امبي طيب لان كابتن امام محمدين كان متواصل معايا من قبلها باسبوع يعني كان والدي لسه ما يعرفش الكلام ده والدي اتاثر جدا بسبب ان انا مشيت من النادي الاهلي لان هو اهلاوي يعني صعب 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 جدا فبعد لما انا جيت مشيت فانا راح قال لي خلاص ما تلعبش كوره تاني ومش عارف ايه والكلام ده كله قلت له لا انا ان شاء الله باذن الله انا هكون عندي حسن ظنك وانا عندي طموح ان انا هرجع النادي الاهلي تاني في يوم من الايام والله العظيم يا كابتن الكلام ده حصل ورحت انبي على طول كان عندك 15 سنه وانا عندي 15 سنه وعارف ان كان عندك ساعتها اصرار انك قلت له ان انا هرجع النادي الاهلي تاني قلت له والله العظيم قلت له هرجع انا رحت انبي يا كابتن الموسم ده لما رحت لكابتن امام محمدين كابتن امام محمدين جاب والدي قال له انا هخليه احسن لاعب في مصر كابتن امام محمدين وكابتن سيد ياسين يعني 20 ماتش بالظبط في الموسم اللي انا اول ما مشيت من النادي الاهلي جبت فيه 36 هدف ما شاء الله في قطاع الناشئين في الدوري الجمهوري فبعدها بقى راح طلعت فريق اول دي كانت الانطلاقه طلع فريق اول عنده 17 سنه واعتقد 16 سنه ونص 16 سنه ونص كان اول ماتش تلعب دوري كان اول ماتش ليا قدام النادي الاهلي كمان طب احكي لنا بقى اللقطه دي احكي لنا اللقطه دي والله كنا انا كان يعني كنت صغير فكان كل اللعيبه كان يعني كان كباتن كبيره طبعا كان كابتن عبد الظاهر السقا كابتن حمد ابو العيلة عادل مصطفى كابتن عمرو فهيم مين اللي لعب عليك في الماتش ده لا انا كان بيلعب عليا كابتن وائل جمعه
كمان انا كنت صغير. اي لا انا عندي صور لسه والله عندي صور محتفظ بيها كابتن الكابتن الجمعه كتفني فانا كنت صغير فانا بصيت قلت له كابتن هو في ايه كده وانا في الماتش قلت له هو في ايه انا لسه صغير بقى فاهم كتفني كده وبعدين وائل ما بيهزرش لا خالص انا اصلا مش عارف اقول له ايه وانا طبعا بلعب بقى قدام طبعا النادي الاهلي كان كابتن ابو تريكه كان حسام غالي كابتن احمد فتحي كابتن وائل جمعه كان في يعني تاريخ ونجوم كده وانا معاهم وانا صغير فكنت لسه برضو يعني شويه فبعد كده لعبت كسبنا 1-0 كان رامي ربيع جاب الجول في نفسه يعني يعني الماتش داخل طلعناهم الكاس ده كان مباراه كاس كان مباراه كاس اول ماتش بس فما كنتش هبدا اصلا بس اليوم ده ان حظي ان كابتن ابو العلا والدته الله يرحمها توفت فكابتن مختار مختار جابني يعني قال لي بص هتلعب ولعب براحتك ما تخافش واعمل اللي انت عاوزه اعمل اللي انت قلت له حضرتك يعني كابتن مختار مختار برضو قال لي يعني انطلق انطلق لا انطلق خلي بالك طبعا هي في كتير جدا جدا من اللعيبه بيبقى الصدف في حياتها بتعمل بتوديه في حته تانية خالص يعني صدفه ان انت ضموا فرقتين من النادي الاهلي فانت خفت ما يكونش ليك مكان فرحت نادي انبي الصدفه الثانيه انك ما كنتش هتبدا امام النادي الاهلي فزي ما بقول لك في صدف كده في حياه اللاعب الكره بتوديه في حته طبعا يا كابتن برضه صدفه حضرتك برضه يعني يمكن ما اقدرش انساها يعني ان انا كنت في انا طول عمري المنتخبات في الناشئين في الشباب فلما حضرتك طبعا يعني استدعيتني برضه المنتخب الاولمبي صحيح فكان برضه بالنسبه لي صدفه يعني ثانيه خالص لان انا كنت ببدا في مرحله ان انا برضه بلعب مع النجوم يعني هم حضرتك طبعا فبرضه حضرتك ساعدتني جامد يعني والله العظيم لا انت تستاهل كل خير يا كهربا ودايما مميز وعندك ولسه هنستنى عندك كتير ان شاء الله كهربا باذن الله لا ساعدني انا كنت صغير وانا كنت رايح يعني المنتخب الاولمبي كان اكبر مني 5 سنين فكنت صغير فاهم يعني صعب ان انا اصلا حتى اتمرن معاهم يعني كانوا كبار كده كانوا 20 سنه وانا عندي كان 15 سنه ونص كده فهو يعني برضه كابتن هاني برضه راح كابتن انا ومحمود وحيد قال لي العبوا وانا هساعدكم وخليكم ان شاء الله كده نجوم فالحمد لله يعني الحاجات دي يعني علمت معايا جدا يعني طيب احنا معانا دلوقتي على التليفون الحاج والحاج ازيك يا حاج اهلا وسهلا والد كهربا ووالد كهربا معانا هم على الهواء مباشره مساء الخير على حضرتك مساء الخير مساء الخير عليكم مساء الخير اهلا وسهلا كسفه جدا كسفه جدا لا 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 ابدا عادي الحمد لله الحمد لله اولا مبروك للقناه بتاعتنا الجديده الف مبروك لمجلس الاداره الحمد لله ان احنا سعداء جدا جدا بالقناه بتاعتنا منوره الدنيا كلها وشكرا جدا جدا للكابتن خطيب ومجلس ادارته ان خلانا لنا قناه بتاعتنا في ازهى صوره فالف الف مبروك للي عاملين عليها للجميع اسم اسم كابتن ايهاب الخطيب كابتن هاني رمزي مش قادر انسى اي حد بقى الف مبروك الله يبارك فيك طبعا وابنك الحبيب ابن النادي الاهلي موجود معانا وحكينا على ذكريات جميله جدا جدا وانك قد ايه كنت شايف ان كهربا ان شاء الله في المستقبل هيكون لاعب كبير ولاعب في النادي الاهلي فبنقول لك اولا كل سنه وانت طيب كل سنه وانت طيبه يا حاج بمناسبه العيد ومنورنا وانت طيب يا كابتن هاني وكهربا معانا بيقول لي اصله بيكسفه قوي بس يعني خلينا احنا قاعدين في البيت الكبير احنا قاعدين مع بعض كعيله احنا طبعا كلنا اخوات وانتم موجودين في البيت الكبير بيت العيله النادي الاهلي فاسم على مسمى البيت الكبير هو الاهلي صحيح طبعا بس بامانه كده هو بجد رمضان في يعني هادي كده في البيت وبيتحرج والحاجات دي ولا كهربا. شخصيه تانية كهربا ولا شخصيه تانية والله يعني كهربا بامانه معانا في البيت يوم سعيد والله بالامانه احنا بنبقى سعداء بيبقى عندنا عيد كهربا يقعد معانا بيخلي اليوم جميل جدا بيضحك جدا وبيتكلم في حاجات مش قادر اتكلم انا اتحرك اروح عليها الخير اللي بيعملها وبيقعد يضحك معانا ويقول لي ادي 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 فبيخلي اليوم عندنا سعيد انت عايز ايه بقى ايه مني انا عايز يبقى على طول معايا في البيت ما ودوش النادي الاهلي ولا ايه بالظبط لا ما احنا عايزينه في الملعب احنا عايزينه في الملعب احنا محتاجينه برده معانا في الملعب كابتن هاني انا شفتك وانت صديق ليا من ايام كابتن فكري صالح فاحنا طبعًا. عايزين كهربا تدونا نصايح انه عايزينه يبقى احسن واحد في الملعب كهربا ده واحنا حياتنا كلها الاهلي لا طبعا بص النصايح طبعا كهربا لعيب كبير دلوقتي يمكن في فتره من الفترات يعني حتى وانا في انبي كان كهربا لسه كان موجود كهربا اعتقد
الدروس اللي مر بها في حياته اعتقد ان هو دلوقتي على مستوى نضج عالي جدا، على مستوى التزامي عالي جدا جدا، وده اللي نكمل منه الحمد لله طبعا، عشان منه. احنا في مؤسسه كبيره مؤسسه صحيح. محترمه صحيح طبعا ماما طبعا في فرق جامد جدا 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 جدا. ماما مش عايز تتكلمي يا حاجه؟ ما انا لسه هروح بقى للحاجه علشان حاسك يعني حبيب قلبك يعني، فتقول لنا بقى حبيب قلبك عامل ازاي في البيت؟ طبعا طبعا ده حبيب قلبي. طبعا قبل كل شيء ببارك لقناه الاهلي الجميله، قناه الاهلي العالميه، قناه الاهلي اللي مشرفانا في العالم كله، قناه الاهلي القرن، نادي القرن، فلازم طبعا تبقى احسن قناه في العالم ان شاء الله. فالف مبروك لقناه الاهلي وقناه ومجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب وكل اللي عاملين عليها، الف الف مبروك. وطبعا محمود ده بقى عندي حاجه تاني يعني، يعني محمود ده انت يعني ده حاجه جميله 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 يعني، لما بيبقى قاعد معانا حقيقي يعني بيبقى فرح عندنا كده ان هو قاعد معانا. ليه بقى؟ عشان بيعمل ايه؟ لاني صراحه يعني قعدته مختلفه. لا في ايه بالنسبه لك؟ بصي كل يعني مثلا ما عندوش اسرار، كل حاجه معانا، كل حاجه عندنا، كل حاجه معانا، كل حاجه وبيحكي لنا كل حاجه يعني. بصي ما عندوش ماما كتري الدعوات الفتره الجايه بس عشان افريقيا ان شاء الله اهم حاجه. انت عارف انت عارف والله انا ربنا يكرمنا انا ماليش دعوه الا ليك ولاخواتك والله. اهم حاجه بس تقلقوا عشان وكتري الدعوه عشان افريقيا النادي الاهلي بس الفتره الجايه دي بعد اذنك يعني. ان شاء الله ان شاء الله يمكن انا ان شاء الله باذن الله ببركه هذه الايام الجميله الاهلي هياخد بطوله افريقيا باذن الله ان شاء الله باذن الله وكل شيء باذن الله يا حبيبي. كهربا عايز اقول معلومه للكابتن هاني رمزي. يا ريت اتفضل. كهربا عايز اقول لك حاجه مهمه كده للكابتن هاني رمزي. اتفضل. كابتن هاني كان في ماتش مهم جدا جدا في انبي وقلت له مش عايزك تروح، انت عارف سيادتك مين جاي خده؟ كابتن زكريا ناصف جه البيت وعلى الكورنيش وهاب كهربا كان ابنه بيلعب معاه في انبي وخده وداه ولعبنا وكسبنا وجاب هاتريك. كابتن زكريا ناصف المحترم اتصل بيه كهربا، كنت مش عايز يروح وانا كنت في الشغل، اتصل بيه جه خده من على الكورنيش في العربيه وداه وكسبنا ساعتها المقاولين وجبت هاتريك ساعتها. يمكن يعني هو بيحب كهربا قلت له كهربا بيحب الكوره واحنا بنحبها طبعا طبعا. قلنا اقول لك كهربا كنت عايز تقول حاجه للوالدتي. انا كنت مش عايز اوديه يمكن حد يعني يمكن ناس كتير ما تعرفوش يعني يمكن انا بعد والدتي خالص عن اي صوره خالص لان هي بتاثر جدا يعني يعني الكوره يعني خالص. بعدها ما بتتفرجش عليك؟ لا بتقعد في البيت تدعي لي بس يعني. حتى وهي بتتفرج على ماتشاتي بتحب المصحف قدامها بتقعد تقرا القران مالهاش دعوه بحاجه لان انا بعيدها بس عشان هي بتاثر شويه. يمكن انا يعني هي كانت شقه بتتكسف جدا فكانتش حابه تظهر لان انا يمكن انا اول مره خليها تظهر في 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 برنامج اصلا. واصلا والدتي اصلا من زماني اصلا زملكاويه. بس هي ابنها يعني فهي والدتي والله العظيم بتكلم بجد اول ما قلت لها قناه النادي الاهلي لازم تطلعي تتكلمي قالت لي انا موافقه من غير اي حاجه. بص كهربا طبعا احنا يعني احنا طبعا فرحانين وسعداء بيكي. انا بساعد كهربا مراحل الاهلي بقت اهلاويه. لا حتى طبعا اصل مصر مصر ولاده مصر النادي الاهلي ونادي الزمالك يعني طبعاً. دول اكبر قيمتين يعني طبعا طبعا يعني طبعا. يمكن احكي لك عن موقف بتاع الماتش ده. كنت في كنا بنلعب مولين كان على حسم الدوري على حسب الدوري واحنا في الصغيرين قطعنا شيئين فقطعنا شيء فوالدي اتعامل معايا مشكله فقال لي وكان قال لي والله ما هتروح الماتش فهو حلف وخلاص الموضوع اتقفل والدنيا. فاحنا كنا في بيتنا في مصر القديمه ساكنين في الدور الاولاني فانا كنت بظبط مع هشام كابتن زكريا ناصف كان بيلعب معايا ان هو قريب مني كنت بركب مع كابتن زكريا وهو بنروح على ايه بقى عشان التجمع الخامس. فجيت الوقت كنت ظبطت مع اصحابي ان هم في الدور الاول يجيبوا لي سلم تنزل منه ان ننزل على السلم من البلكونه من بلكونه وانا والدي نايم عشان اروح العب الماتش. فانا نزلت على السلم ورحت رحنا على الماتش ولسه بيبدا الماتش لقيت مين اللي جه والدي وعمل مشكله مش تلعب وقصه طب ليه عمل مشكله كده. راح الكابتن امام وكابتن سيد اتكلموا معاه وراح كسبنا الماتش ده 3-0 جبت 3 اهداف
كل ما اجيب هدف اروح له، قلت له بعد الماتش الدنيا تمام، قال لي خلاص تمام. والله العظيم كده. لا طب بامانه، لا انا عايزه فعلا اسال والدتك، لان لا انا بس كنت عايزه اسال حضرتك انه كهربا شخصيه طيبه جدا، وهو فعلا على فكره على المستوى الشخصي يعني ممكن يكون يعني بيتحرك شويه مش عارف ايه جداً جداً، بس هو جداً جداً. هو كان طفل شقي صح؟ هو كان طفل شقي، كان متعب بقى، شقي متعب ولا شقي حباه ولا شقي ايه؟ لا والله انا والله بأمانة. بصي يدخل البيت ما فيش شقاوه، في البيت ما فيش شقاوه خالص خالص، والله في البيت ما فيش شقاوه خالص، وراجل كنت بتهرب من المدرسه حقيقي، ومتحمل المسؤوليه من صغره لا 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 مش عايز يروح ما يروحش عادي ما فيش لكن هروب لا يعني مش عايز اصلا هو مش ما لحقش يهرب ولا المدرسه المدرسه جنب جنب العماره عشان عندي كان عمره 8 سنين وبيروح النادي فانا كنا بنروح نجيبه طبعا على بالظبط يعني. كمان عمليه يعني انا مريت تقريبا بنفس فتره كهربا اللي هو مدرسه وتعليم فازاي دي مع ديت فبتبقى صعبه ساعات عندنا تمرين في نفس الوقت ف يعني يعني الحته دي برضو كانت صعبه شويه. الصبح مثلا المدرسه اوديه المدرسه الصبح وارجع اجيبه الساعه 11 او 10 ونص يعني ساعتين يقعدوا، ولازم اروح استلمه انا لان ما يخرجوش كده لازم انا اروح اجيبه ويروح يلبس لبسه ونادي وبابا يوديه على النادي على التمرين الساعه 1 فما كانش في وقت للهروب يعني. طب الحمد لله الحمد لله ربنا يخليه يا ربي، لان هو حنين جدا 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 واللي لينا كل حاجه لينا، مش ما فيش حاجه يعني عنده مستخبيه خالص، كل حاجه بتاعتنا كده وربنا يخليه يا رب يبقى احسن لاعب في العالم مش في مصر بس ان شاء الله. يا رب ان شاء الله كلنا شاء الله بندعي لكل لاعبتنا، وكهربا من الناس المحترمه جدا يا رب. وزي ما بقول له البر بالوالدين ربنا يوفقه يا رب، ده شيء مهم جدا طبعاً جدا يعني. طبعا والله مش والله والله مش مجامله ولا عشان قدام الشاشه ولا اي حاجه، دي حقيقه 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 يعني دي حقيقه مش بجامل ولا بقول عشان لو الناس كلها عارفه كده كمان يعني عارفه ان محمود حاجه تاني يعني بصراحه يعني ربنا يخليه يا رب ويصلح حاله وحال الجميع. طب عملتي ايه لما احترف بره؟ بتضحك على ايه؟ خلاص كده في بعد العيد يعني في بعد العيد كده في دهب تاني بعد العيد بعد العيد عشان الكلمتين اللي قلتهم حلوين دول قلت له بعد العيد في دهب تاني هتجيبها لك هديه جبتها الاولاني امتى؟ خمس ايام كل يوم كل يوم عايزينك تغيري الغوايش بقى كلمتين حلوين كده لا والله لا 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 والله ده هو جايب لي والله جايب لي من غير ما اقول له الكلمتين الحلوين يا استاذه ان هو ظهر في قناه الاهلي احلى حاجه ان هو في قناه الاهلي والله احلى حاجه عندنا ان هو ظهر في قناه الاهلي لا والله من سنين هو من غير يعني. كلام حلو يعني هو اللي بيجيب لي من نفسه من غير ما اقول له يعني انا عمري ما بطلب منه حاجه هو اللي بيجيبها لي ربنا اخر هديه جابها لك من خمس ايام صح؟ كانت من خمس ايام صح؟ جاب لك ايه بقى؟ ايه نوع الذهب اللي جابه لك؟ ايوه جاب لك بامانه على الهواء كده لا يعني هديه مقبوله جاب لها ذهب عايز اعرف بقى جاب لها غوايش جاب لها ايه؟ لا هديه مقبوله سماء واحنا بنتكلم بتتكلم ايه؟ لا احنا طبعا بنتكلم مع كهربا كمان كل سنه وانتم طيبين كل سنه طيبين العيد كهربا قال لي ان هو عنده طقوس ان هو دايما كل 25 يوم بيجي لك وتذبحه في مصر القديمه في بيته الطقوس بقى عايزين نعرف كمان طقوس طقوس العيد العيد نفسه يعني كان كنت بتعملوها ازاي كهربا كان اللبس الجديد لبس العيد الحاجات دي كلها لا هو بيلبس هدومه طبعا جلابيه بيلبس يحب يلبس جلابيه احلى كلام احلى حاجه هو اللي بيذبح بايده هو وباباه وكده ما شاء الله هو اللي بيذبح بايده عامه يعني هو وباباه وكده يعني بس فالحمد لله يعني هو وباباه اللي بيروحوا يذبحوا وبيجوا ده الطقوس عندنا وفي مصر القديمه يعني مش هنا مش في المانيا في مصر القديمه كل حاجه في مصر القديمه لا ربنا اهلنا مصر القديمه البيت الكبير يعني البيت الكبير فعلا هو مصر القديمه صحيح 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 هو لا هو خير وهو كويس جدا حقيقه يعني مع الناس كلها يعني ربنا يزيده يا رب بحق جاه النبي ربنا اللي ليه مش في ايده يعني ده المثل ده بيقول ان ليه اللي مش في ايده بصراحه يعني ربنا يصلح حاله وحال الجميع يا رب
عايزين نعيش معاكم كده أجواء المباريات، خاصة المباريات المهمة لما كهربا بيلعب، الأجواء بتكون عاملة إزاي؟ هو قال إن حضرتك بتمسك المصحف وما بتفتحيش التلفزيون وبتقعدي تقري قرآن وتدعي له، لكن والده الأهلاوي قوي بيقعد يتابع المطوشة إزاي؟ يعني احكي لنا كده الكواليس. لا ده بيقعد والله هو زي بس ماسك بقى الصبح السبحه وبيقعد يدعي بقى السبحه على طول في ايده برده بيدعي يدعي يدعي والحمد لله. ده احنا ورا ما بيلعب متوه من غير متوشه ولا حاجه. والله اهم حاجه في اللعبه كلها عايزين يطلعوا كلهم لعبتنا سلام الملعب، دي اهم حاجه طبعا، والنتيجه دي بتاعت ربنا، فاهم حاجه عايزهم يطلعوا سلام يا كابتن. ثم كمان يعني برده من جوايا عايزه يكسب طبعا اكيد، وهو برضه مش مين مش مين يجيب الجون، اهم حاجه نكسب. مش مش مين يجيب الجون اهم حاجه. وهو برضه لما بيبقى عصبي في الملعب بيبقى محمود ما يحبش يخسر خالص ولا يتعادل خالص خالص، ولا ودي ولا يعني كل المتوشه، لانه هو متربى على اصول الاهلي، هو الاهلي كده علمه من صغره، ده حقيقي ما يطلع ولا تعادل ولا خسران، ده حقيقي ده حقيقي. الحمد لله يا كابتن احنا متربيين في النادي الاهلي الحمد لله، رجع بيته الكبير الحمد لله الحمد لله. دي انتم مش عارفين سعادتنا قد ايه ان كهربا رجع بيته. ونشكر نشكر اهم حاجه جمهور الاهلي العظيم، جمهور الاهلي الكبير طبعاً. اللي هو وقف جنب كهربا لحد ما راح الاهلي، دي حقيقه 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 ما ينساش. والكابتن خطيب مجلس الاداره ان جمهور الاهلي دوت هو اللي كان ورا كهربا لحد ما راح الاهلي، دي حقيقه دي حقيقه يعني لازم نقولها في الاول وفي الاخر. لا وجماهير النادي الاهلي طبعا مبسوطه في الاهلي الحمد لله، جماهير النادي الاهلي طبعا طبعا، هو اهلاوي وحط الخطوه دي في دماغه اكيد يعني. والله كلنا يعني طبعا وحضرتك طبعا ضحينا وراح اتغرب، لكن برضو 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 دخول الاهلي نستني كل شيء، جمهور وبعض اعضاء بعض ناس في مش قادر اقول اسمائها ولا اقول اسمائها، كانوا كل يوم معانا في البيت والله العظيم والله العظيم بقول لك من قلبي، جمهور واعضاء وناس موجوده كل يوم يقول لي اطمئن كهربا في الاهلي اطمئن، ونسمع بقى حاجات على الحاجات دي اقول انا مع الله. احنا طبعا مش من فانتوا مش مصدقين احنا يعني اللي هي الكلام ضحينا وهنضحي عشان خاطر الاهلي، الاهلي ده حد شتم فينا ربنا يسامحه، وفي نفس الوقت ربنا هو اللي هياخد حقنا ان شاء الله، يعني احنا سايبين ربنا هو اللي هياخد حقنا من كل واحد غلط فينا، نسينا كل حاجه عشان هو رجع الواحد ما يقولش غير كده ان ربنا ربنا هو اللي لا طبعا يعني احنا طبعا اولا كفايه علينا ان كهربا رجع لبيته، كفايه علينا ان السعاده طبعاً. السعاده اللي شايفينها على وشوش حضراتكم وكلامكم، والسعاده اللي ظاهره كمان على كهربا طبعاً. سعاده طبعاً. سعاده واصرار انه ان شاء الله انا شايف عينيه وانا عارف عينين لعيبه الكوره كويس قوي ان كهربا ان شاء الله باذن الله هيعمل حاجه كويسه لنفسه وللنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه ان شاء الله. بيحب يعمل ايه تاني يا حاجه غير انه يلعب كوره ويتفرج على الكوره، بيعمل ايه تاني؟ بيعمل ايه تاني؟ بيعمل ايه تاني؟ بيحب يتفسح. ايه هو بيحب يتفسح بيحب يتفسح اكلات يعني خلينا نعرف حاجات صغيره من حضرتك، اكلته المفضله ايه؟ يعني انت عارفه طبعا كهربا بيحب ايه، اكلته المفضله اللي كان دايما يقول لك والله يا حاجه بعد الماتش انا حضري لي كذا كذا. بيحب قوي قوي المكرونه والبانيه والفراخ المحمره. الله 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 شغل عالي كده كده هندخل قوي كده الفتره اللي فاتت ما ناكلش الاكل دوت، احنا مظبطين اكلنا. استنى مكرونه ولسان العصفور لازم، اهم حاجه لسان العصفور كل الاكلات، ولازم تحط تكتري الليمون. بيحب قوي الحمام قوي، بيحب الحمام قوي، ولازم طبق السلطه مع الاكل، سلطه وطحينه اهم حاجه. لا طبعا دي اكلته، بس هو طبعا ما شاء الله محافظ على نفسه بشكل كويس، وهو كلاعب محترف عارف ان في اوقات معينه يمكن في الاجازات ممكن الاكل ده، لكن الفتره اللي فاتت ما شاء الله على الاكل كده معانا عشان خاطر موضوع الكورونا ده طبعا، عشان وزني ما يزيدش وزني ما يزيدش يعني بياكل الاكلات بسيطه كمان عشان وزنه ما يزيدش، يبقى كده معتدل يعني.
والحمد لله. خلاص ان شاء الله بقى تيجي يعني نتعزم قريب طبعاً. عندكم في البيت ان شاء الله. تنوروا والله يا رب. اهلا واهلا. تنورونا والله. تنورونا من الوقت انت والقناه كلها من الوقت والله. يعني كلام جد حقيقي. وتنورونا وحياه ربنا والله. تنورونا خلاص هنخلص ونيجي. اكل ايه؟ بسم الله ما شاء الله والله. ان شاء الله. اهلا وسهلا. مستعدين جاهزين. هنحجز بقى المجموعه اللي معانا لحد ما تيجوا. احنا بنشكركم جدا جدا. انتوا نورتونا النهارده وربنا يخليكم لينا. سعداء جدا جدا جدا. الله يخلي. احنا سعداء جدا ويخليه هو لينا ان شاء الله يا رب. تحيه ليكم. سعداء جدا والله. ربنا يخليك. تحيه ليكم جدا جدا. وكل سنه وانتم طيبين. طيبين. ونورتونا في بيتكم طيب. بيت النادي الاهلي. ربنا يخليك. شكرا ليك. طبعا 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 طبعا. العفو يا سيدي. الف سلام. مع السلامه. موضوع الكورونا غير بقى في يعني انت بتقول ان فترة الكورونا كانت لازم تخليك حريص اكتر في موضوع الاكل صح ولا طبعاً. ولا لا ما التزمتش قوي خاصة ان احنا طولنا في فترة الحظر دي. لا انا كنت بتمرن على فكرة في ايام الكورونا. يعني الحمد لله يمكن قلب معايا بالنتيجة كويسة لما جهت التمارين. ان الحمد لله كنت جاهز. ودايما يعني دايما لعيب الكوره لازم هو اللي يعرف يحافظ على نفسه. يعرف ياكل ايه. يعرف يشرب ايه. لان لو كنت انا سبت نفسي في ازمه الكورونا وقعدت اكل وما اتمرنتش ما كنتش هرجع. انا يعني يمكن انا جسمي خسس اكتر من قبل الكورونا. قبل الكورونا يعني. والله ممكن يعني الحمد لله دلوقتي بدنيا بقت احسن الحمد لله. وواحده واحده يعني ان شاء الله بقى احسن يعني ان شاء الله. كهربا عايز اجلك لحته الاحتراف في بره الاحتراف الخارجي. والاحتراف دايما كنا بنتكلم ان الاحتراف كل ما يكون اللاعب بيطلع صغير بيكون عنده فرص كبيره جدا انه يكمل احتراف. وانت اعتقد اول محطه احترافيه كانت في سويسرا جراس هوبر ولا لوتسيرن. لوتسيرن. احكي لنا برضو على التجربه. واحكي لنا الدوري السويسري اول ما رحت كان اشتراكك ايه. الاجواء كانت عامله ازاي. وكمان انت ما كانش حد عارف عن الدوري السويسري. يعني دلوقتي الدوري السويسري طلع صلاح وطلع النني. فكان الدوري السويسري احمد حمودي كمان راح زي ما بيقولوا لي في الكنترول. وعمر جابر. فالفتره ديت ما كانش حد عارف الدوري السويسري. انت استقبلت الكلام ده ازاي هناك يعني اتعاملت ازاي؟ لا انا كنت يمكن انا كنت رايح يمكن يعني كان عندي طموح ان انا كنت اكمل. بس يمكن اول لما رحت طبعا يعني انا مش كنتش فاهم اللغه ولا كنت فاهم اي حاجه. أو طبعا صوت اللغه كان معاك مترجم مش كده؟ لا لا لا, لا, لا اصلا كنت يعني الانجليزي كده يعني خفيف. فكنت يعني ساعات بفهم وحاجات بس يعني دايما لغه الكوره بتبقى سهله. يعني عكس اي حد راح يشتغل. فالدنيا في سويسرا برده كانت بالنسبه لي كان الدنيا بقت صعبه في الاول. بس يعني الحمد لله كان يمكن صلاح كان هناك هو النني كانوا برده يعني بيساعدوك. هم كانوا في مدينه ثانيه بس دايما كان على التليفون مساعدين. يعني هم كانوا في بازل فقبليها بست شهور فكانوا مساعديني شويه. ان انا هناك بعد الساعه 7 مفيش اي حاجه الدنيا مقفوله. وكان هناك دايما التمارين الساعه 10 الصبح. فالدنيا بالنسبه لي كانت مختلفه. وانا كنت صغير يمكن كان 19 سنه. فكنت برضو يعني بالنسبه لنا برضو كان الاحتراف برضو مش يعني مش زي دلوقتي. يعني دلوقتي لو اللعبه الصغيره احترفت الدنيا عادي. لكن الاول لا يعني كان شيء. يعني كابتن تاني طبعا يعني تاريخ كبير انك في المانيا وسويسرا كمان وسويسرا وفاهم يعني الحاجات ديت وفاهم يعني الدنيا. بالنسبه كلاعب صغير كان لسه رايح تبقى صعبه. فلما انا رحت انا قعدت بتاع ماتشين احتياطي. فانا كنت جاي ان انا كانوا جايبيني اعاره من انبي ان هم يطوروني وهيبيعوني بعد كده يشتروني من النادي ويبيعوني. فلما انا رحت والدنيا تمام بعد ماتشين فكلمت صلاح قلت له انا راجع. هرجع. ما قدرتش تتاقلم ولا بعد اسبوعين يا يعني كل بص هي كل هناك كل اسبوع ماتش. فبنستنى بقى من الاسبوع. انا بحب العب ما بحبش ان انا اقعد. فبنستنى من الاسبوع لاسبوع عشان العب. فماتشين قاعد احتياطي بنزل خمس دقايق. فكلمت صلاح قلت له هو التغييرات هنا الدقيقه كام؟ مش فاهم حاجه. هو فعلا في اوروبا بقى التغيير ممكن الدقيقه 80 الدقيقه 85. فقال لي استحمل والدنيا. فبعد الماتش ده لعبت بالظبط 8 ماتشات ورا بعض. فراح جيت 7 اهداف ورا بعض ان شاء الله الحمد لله. يعني فكنت كان حد دخلت تشكيل الاسبوع مثلا 4 مرات متتالي. بعد كده بقى حصل مشكله. كنت مع مدير الكوره فرجعت انا انبي تاني. يعني رجعت على انبي وبعدها في شهر رحت على جراس هوبر. طيب بعد جراس هوبر يعني هنروح تاني لجراس هوبر. بس اعتقد عندنا فاصل. الفاصل معانا مع كهربا. نطلع فاصل ونرجع نكمل جراس هوبر.
برحب بحضراتكم مره ثانيه، ومشرفنا كهربا في البيت الكبير. اهلا بيك مره ثانيه كهربا. وكان كابتن هاني قبل الفاصل بقى بيسال عن موضوع انتقالك لجراس هوبر. بالظبط. انت قلت لنا قعدت فتره بس مش طويله في لوسيرن، وبعدين رحت جراس هوبر. وجراس هوبر من الفرق الكبيره، يعني من الفرق المقدمه في سويسرا في ذلك الوقت. دلوقتي بيلعب في الدوري سكند ديفيجن. بس قلنا برضو عايزين نسمع منك جراس هوبر كانت الدنيا ماشيه ازاي هناك. يعني لا، جراس هوبر طبعا كان فريق كبير، ولما انا رحت كنت رايح اقعد 6 شهور. اوكي. بنيه البيع. فلما انا رحت انا كنت برضو رايح العب، فلما رحت هناك ما لعبتش كذا ماتش يعني ورا بعض، فقررت ان انا يعني بنهايه الاعاره ان انا ارجع انبي تاني. وكان ساعتها الاهلي والزمالك بقى عاوزيني، فبدات بقى يعني الامور بقى. كان ساعتها 20 سنه. فرجعت لعبت 6 شهور مع انبي، فالحمد لله انا كان ربنا موفقني فيهم. فبدا بقى الاهلي والزمالك عاوزيني. اوكي. وبدا بقى العوده بقى لمصر تاني والانتقال للنادي الاهلي. كان يعني كنت شايف ان هو قرار سليم قرار العوده لما فكرت بقى وقعدت مع نفسك، ولا لا يعني ما قلت ان انا اتسرعت؟ يمكن لا، انا يمكن قرار العوده كنت ما اتسرعتش فيه يعني. كان صح ان انا يمكن ارجع ابدا تاني من اول، يعني كان لسه عندي 20 سنه. والحمد لله يمكن انا يمكن يعني لما انا رجعت اصلا انا كنت رايح الاهلي، يعني كنت راجع على الاهلي. تمام. من انبي على الاهلي. بعد كده حصل ظروف في الامر فرحت الزمالك. طيب قول الو. الو الو الو. ايوه يا ابني. كابتني مين؟ طيب مين؟ طيب لا مش هنقول لك مين، بيسالنا خلي بالك. ما بقول اصل يا ابني قول الو تاني. الو. مين بيعمل لك اسيستات؟ طيب ايه مين بيعمل لك اسيستات؟ الاسيست مين اللي بيعمل لك الاسيست؟ صلاح جمعه. لا مين؟ اوبا. لا ماشي، ما انا اسيست صلاح جمعه اللي عمل لك. اوبا. السوليه حبيب قلبي البرنس، وحشني حبيبي. يا رب عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. انت عامل ايه؟ الحمد لله. منور يا كابتن هاني، الاستاذ دايما منورين دايما. الله يخليك. منور يا عمرو وحبيبك. هو اللي ما تعملوش بقى اسيستات تاني؟ ها لا لا خلاص، الموضوع انتهى. لكن السوليه من ايام يعني كان منتخب الامم مع حضرتك. بالظبط. قعدت معاه في الاوضه هو جاي. والله والله هو كان معايا صغير، فخدني كان قاعد معايا، قاعد بقى يقعد كان معلمني بقى. كان هو اللي بيصحيني ويتمرن بطني في الاوضه، فكنت صغير اقول له لا اتمرن انت، انت عندك ماتشات. انا كده بره كهربا يا كابتن سليا خفيف الدم يعني وخفيف الظل جدا لما بيقعد معاكم، اكيد قعدته بتبقى حلوه قوي صح؟ لا. ليه في المقالب برضو ولا مالوش في القصه دي؟ ايه؟ ليه في المقالب بقى ولا لا مجرد انه يهزر وينكت والجو ده؟ يعني بيعمل معاكم ايه؟ لا مش مقالب ولا حاجه، كهربا يعني على طبيعته جدا وابن بلد والناس كلها بتحبه ودمه خفيف، وعلى طول في الفرقه يعني اللعيبه كلها بتحب كهربا ومبسوطه ان هو موجود معانا. وان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى اضافه قويه لينا، والفرقه محتاجه واحد بامكانيات كهربا. صحيح. استقبلته ازاي عمرو كفريق؟ يعني طبعا يعني انت بتقول من ايام، انا اول معلومه اول ما اعرفها انك من ايام منتخب الامم، لكن استقبالكوا ازاي بقى خبر انتقال فعلا كهربا للنادي الاهلي وان هو هيكون متواجد الفتره الجايه مع النادي الاهلي؟ استقبلتوا الخبر ده ازاي؟ لا طبعا يعني طبعا اللعيبه كانت مبسوطه ان كهربا يكون موجود معانا وان هو يرجع بيته تاني، ان هو ابن من ابناء النادي الاهلي، وامكانيات كهربا وحبه للنادي يعني احنا منتظرين منه كتير. اللعيبه كلها كانت مبسوطه ان كهربا رجع تاني، وحتى العمال يعني الناس اللي شغاله في النادي كلها كانت مبسوطه وفرحانه لكهربا، والكل في النادي يعني بيتمنى له التوفيق وبيتمنى ان هو يحقق بطولات معانا ان شاء الله. لا ان شاء الله. السوليه يمكن من اوائل الناس يعني اللي كلمتها في التليفون، يعني ان اول ما قلت له يعني انت قاعد فين عشان اقعد جنبك، لان يعني السوليه يمكن اول لما دخلت النادي ساعدني كتير. يعني يمكن لحد النهارده يعني الصراحه احنا في التمارين دايما قبل التمرين بيتكلم معايا دايما، بيجي من قبليه بشويه وانا كده قاعد يقول لي يلا قوم تعالى نروح الجيم لو انت هتتمرن، يعني دايما هو في الجيم فبياخدني معاه يعني. فبصراحه يعني شخصيه يعني محترمه جدا ونضيفه جدا يعني من جواه ان هو بيحب الخير للناس كلها، ودي احلى ما فيه يعني ما شاء الله. يمكن
والله مش مجامله يعني، يمكن مستوى السنه دي انا دايما بقول له انت احسن لاعب في مصر يعني، مستواه ما شاء الله عمال يعلى. واداء الفريق كله الحقيقه يمكن فارق قوي مع رينيه يعني. فارق قوي مع غالي، خصوصا السوليه. عمرو السوليه لسه كان معانا طبعا، منورنا في البيت الكبير. عمرو للاسف كان حظ وحش جدا جدا للاسف، لكن ان شاء الله يعني يرجع تاني المنتخب مصر، لان في المنتخب الاولمبي كان عمرو عامل شغل هايل، مكسر الدنيا، وبعدين جات له للاسف اصابه واتزنقنا في القايمه، كانت قايمه 18 بس فما لحقش يخش. اخر حتى البطوله الافريقيه كان مكسر الدنيا في النادي الاهلي برضو يعني خلاص، وكتبنا الاسماء عمرو السوليه من الناس كلها مقتنعه بيه، للاسف برضو اصابه. فانا عايز اقول لعمرو دايما يا رب يبعد عنه الاصابات، هو ماشي بشكل كويس قوي، ومنهنيك عليه عمرو ان شاء الله مستمر. وانا في رايي الشخصي وده راي كل الناس اللي بتفهم في الكوره، ان عمرو السوليه وان شاء الله يكون كهربا، وان شاء الله اكبر عدد من النادي الاهلي يكونوا موجودين باذن الله في منتخب مصر باذن الله. الله باذن الله. بكره نكسب بقى في التقسيمه يا اسلام ان شاء الله. بلاش العب معايا عشان الست الكل عماله تدعي. حبيبي السوليه والله ربنا يخليك يا اخويا. نشكرك كابتن، نورتنا يا عمرو، نورتنا يا حبيبي، نورتنا. الشخصيات الجميله قوي الصراحه يعني، وشرفنا هنا برضو في الاحتفال. شفت الاحتفال كنت بتتابعه؟ اتفرجت عليه. ليه بقى سالتك عن موضوع ان انت ندمت ولا ما ندمتش؟ لان فكره الاحتراف يعني فكره مهمه قوي بالنسبه للعيب، وانت يمكن الموضوع ده يعني دلوقتي كل اللعيبه افتكر او معظم اللعيبه يمكن بتفكر فيه بشكل كبير، وبتبقى خطوه كبيره بالنسبه لهم. فكره الاحتراف بقى يعني ما بتفكرش فيها؟ انا محترف في النادي الاهلي. ما انا عارفه. لا انا بتكلم على بره. بص انا مش هضحك عليك واقول لك على حاجه، انا يمكن في ناس كتير ما تعرفش حاجات كتير يعني في موضوع النادي الاهلي دوت. انا كان حلم من احلام حياتي كلها ان انا اكون في النادي الاهلي، لان في الاول والاخر ده بيتي انا متربى عليه وانا صغير. ان احنا ما نخسرش يعني في النادي الاهلي واحنا صغيرين، كابتن عارف كنت يعني ما نخسرش يعني، عندنا لو تعادلنا بس الشوط الاولاني مش الشوط الثاني كارثه يعني، واحنا صغيرين يعني بنلعب مثلا 6-6. فانا بالنسبه لي النادي الاهلي يعني هو كل حياتي وكل حلمي دلوقتي، ان انا اوصل مع النادي الاهلي لاقصى بطولات يعني ان شاء الله باذن الله. ان انا يعني ده كان حلمي ان انا اخد مع النادي الاهلي بطولات، وان شاء الله يتحقق باذن الله السنين اللي جايه، واللي ربنا عايزه يكون. احترفت ما احترفتش انا كده الحمد لله مبسوط، وانا يمكن قلتها انا راضي الحمد لله. يمكن انا قلتها، انا يمكن مش من طبعي ان انا اقعد احتياطي خالص يعني، وانا كنت جاي كمان يعني الحمد لله يعني، يمكن مستوايا ان انا مستوايا كويس. بس لما جيت النادي الاهلي قعدت ما اتكلمتش حاجه، بركز في شغلي بتمرن كويس. وده يحسب لك الكهرباء طبعا، لان كده كده يعني يمكن مع مستر رينيه طبعا يعني شخصيه محترمه جدا، وممكن دايما بيتكلم معايا وممكن بيساعدني جدا. يمكن كمان يعني الجهاز الفني كله، يمكن كابتن سامي برضو يعني 6 شهور اللي فاتوا، كابتن سامي وكابتن سيد عبد الحفيظ دايما كل يوم لازم يتكلموا معايا، لان انا من طبعي يعني انا بحب يعني نفسيا يعني انا بحب المدرب يتكلم معايا نفسيا. هو ده يمكن مستر رينيه، يمكن كابتن سيد حفيظ، يمكن كابتن سامي دايما بيتكلموا معايا قبل التمارين. زي ما بقول لك اللعيبه بيقعدوا يتكلموا معايا بيساعدوني. انا طول ما نفسيا يعني كويس بتتكلم معايا هتلاقي كل حاجه في الملعب تمام. يعني الحمد لله يمكن الفتره اللي فاتت دي كلها كل الناس دي بتساعدني يعني مش هننسى حد حتى في لعبه كتير بيساعدوني برده. فان شاء الله يعني اوصل مع النادي الاهلي باذن الله يعني. انا يمكن طموح ان انا الاربع سنين دول يمكن يبقى 10 سنين باذن الله يعني ان شاء الله. لا واحنا عايزينك معانا على طول كهربا تبطل في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله حتى كل الخير يعني. حتى يمكن انا قلت يا كابتن والله ان شاء الله لو انا اشيل الكوره اقعد في النادي الاهلي انا مش ماشي في النادي الاهلي لان انا يعني ده. وبعدين ده انت مشجع وبتلعب فيه. انا يعني انا كنت من وسط المدرج. يمكن انا كنت من وسط المدرج يعني. وطبيعه الجمهور اللي انا كنت من ثالثه شمال، ان انا كنت في وسطهم وصغير. يمكن ناس كتير ما تعرفش الكلام ده ان انا من وسط الجمهور ده. فانا كنت بحس يعني ان انا كنت اتفرج على اللعيبه دي ببقى عايز اخش جوه الملعب. فما بالك بقى ان دلوقتي الحمد لله ربنا كرمني بقيت بلعب في النادي اللي انا كنت بشجعه وانا صغير. بمسك العلم وكنت بروح مع الجمهور دايما. والجمهور اللي بيشجعك واللي بيروح يشجع من قبل ما المدرج يفتح لحد ما يقفل الكشافات يا كابتن هاني، من 9 الصبح لحد 9 بالليل او لو ماتش 7 بالليل. اعتقد انه كمان فارق معاك طبيعه الجمهور ده وطريقه التشجيع دي وانت في الملعب يعني. طبعا انت انا يمكن نفسي الجمهور فارق معاك يرجع. نفسيا انا يمكن برضه. انا الفارق معايا نفسيا الفتره اللي فاتت دي كلها ان كل الجمهور في ظهري يعني. يمكن انا
عايز اقول لجمهور النادي الاهلي يمكن مهما يحصل في الدنيا، مهما يحصل اي حاجه، يعني انا عمري ما هخذلكم وعمري ما هزعلكم، ودايما دايما دايما اشيلكم فوق راسي مهما، يعني لو مهما عملتوا معايا ايه. وبتطلب منه ايه الجمهور؟ لا انا مش طالب منه حاجه الجمهور خالص، لان هم لا. اصلا هو لا يعني هو كهربا عاش وسطهم، يعني هو الفكره كمان ان عاش انا الجمهور يعني يمكن عارفهم كويس جدا، انا واحد منهم، فانا مش هطلب منهم حاجه لان هم مديني الدعم كله، يعني مساندني من اول يوم فيه، يعني بخارج النادي الاهلي. انا عايز اقول حاجه، انا لما جيت مضيت في، يعني يمكن مضيت في الزمالك، يعني كل ما امشي في الشارع كل جمهور الاهلي ان شاء الله ترجع تاني النادي الاهلي، كل الجمهور كده، يمكن ما اشوف يعني يمكن جمهور النادي الاهلي دايما بيتصوروا معايا كتير قوي، دايما يقول لي انت هترجع النادي الاهلي. يمكن برده انا مش عايز برده يعني عشان خاطر يعني انا طبعا يعني جمهور النادي الزمالك طبعا على راسي، انا بحترمهم جدا ومحترمين جدا، وانا الحمد لله يمكن يعني ما قصرتش معاهم ولا هم قصروا معايا في حاجه يعني. لا طبعا نورت بيتك اولا. بص الجمهور نمره واحد طبعاً. الجزء اللي انت اتكلمت فيه انك طالع من وسط الجماهير، الفكره دي طلعوا من وسط الجماهير ولقى نفسه في الملعب، فعنده اوريدي الاحساس. الجماهير نفسه طبعا كلنا وراك، وجماهير النادي الاهلي بتحبك وبتحترمك جدا جدا يا كهربا. يعني فنخش بقى في حته فنيه شويه، نتكلم شويه عن الدوري نمره واحد، وعن كمان البطوله الافريقيه استعداداتنا ازاي، وعايز اعرف رايك بعد قرار الاتحاد الافريقي ان كانت المباراه قبل النهائي دي كانت مباراه واحده النوك اوت، وبعدين رجعت تاني بقى ذهاب وعوده. انت شايف الدوري ازاي، وشايف النادي الاهلي في البطوله الافريقيه ان شاء الله رايح على النهائي اكيد، بس تدينا رؤيتك يعني. لا يمكن الدوري طبعا يعني احنا يعني لسه اصلا ما حسمناهوش طبعا، احنا يعني يمكن احنا عندنا في النادي الاهلي زي ما بقول لحضرتك احنا ما بنعرفش نتعادل او نخسر، فاحنا بناخد الماتش بنام ماتشه يعني. المباراه اللي جايه امبي كمان، المباراه اللي جايه امبي، فاحنا هنلعب امبي كانه نهائي يعني. احنا دايما كده، حتى اللعيبه كلها، حتى يعني اللعيبه بتستعد من اول يوم اتمرنا فيه كله بيتمرن، لان هو كل ماتش كانه نهائي. فان احنا بس الماتشات بتاعه الدوري دي كل ماتش نكسبها ان شاء الله، عشان تدينا ثقه وامل برده عشان ماتشنا افريقيا. ويمكن ماتشنا افريقيا يعني يمكن كويس ان احنا نلعب زي عوده ده، يمكن ده احسن لينا يعني ان شاء الله يعني، وباذن الله يعني نحسنها بدري بدري باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله يعني نفسنا كلنا يعني، يمكن اللعيبه كلها نفسها ان هي تاخد بطوله افريقيا يعني، كله على امل ده باذن الله، وان شاء الله كده نحققه باذن الله كده ان شاء الله. اكيد اكيد المباريات مش سهله، صعبه، الثلاث فرق كلها على مستوى عالي جدا، وعارفين مدى صعوبه حتى المباريات بتبقى في شمال افريقيا، بتبقى الامور حتى فيها حساسيه شويه. لكن اعتقادي الشخصي ان المستوى اللي انهى بيه النادي الاهلي بطوله الدوري، والمستوى الفني مع ان شاء الله اضافات ان كهربا راجع، في محمد محمود راجع، في ان شاء الله باذن الله حمدي فتحي راجع، فكل دوت بيدي طبعاً ان شاء الله اطمئنان ان احنا هنعمل حاجه كويسه. لا ان شاء الله الفرقه كلها جاهزه باذن الله يعني، يمكن باذن الله يعني يمكن اللعيبه كلها ما بتفكرش غير يعني ان شاء الله في بطوله افريقيا باذن الله ناخدها ان شاء الله باذن الله يعني. ان شاء الله باذن الله. طيب اتكلمنا على بطوله افريقيا، عايزين نتكلم على رؤيه كمان كهربا. انت قلت لي موضوع ان انت ما بتحبش تقعد احتياطي، وعايز اعرف كمان جزئيه ان الفتره اللي جايه تمرينك ان شاء الله على اعلى مستوى، لكن لو فترة من الفترات لقيت نفسك بتنزل آخر ربع ساعة، اشتراكك في الشوط الأولاني والشوط الثاني، ده ممكن يأثر عليك على الجزء الفني ولا لا؟ خالص، وخلاص الموضوع بالنسبة لنا يعني. لا يمكن مع مستر ريني طبعا يعني زي ما بقول حاجة، زي ما بيتكلم معايا دايما، حتى هو بيبقى قبل الماتشات مثلا بيديني يقول لي مثلا النهارده هنزلك ربع ساعة النهارده، فأنا ببقى جاهز يعني محضر نفسي إن أنا ببقى نازل إن أنا أكون عند حسن ظن يعني، حتى في التمرين يعني بتعب لحد لما إن شاء الله بإذن الله يعني ألعب أساسي إن شاء الله. طيب هتتكلم فني تاني؟ هتتكلم في لا لو احنا يعني طب استنى عشان بس رياضي لا عشان بسال السؤال ده عشان في اختبار تاني. لا في اختبار تاني مجهزينه دلوقتي. قول الو. تاني قول الو. اوعى تغلط بقى احسن. توت توت وحشتني تات، وحشتني لال، وحشتني لال صالح جمعه. ده اكيد خلاص من اول قلم. مساء الخير كابتن هاني.
اهلا بيك يا صالح، ازيك اخبارك ايه؟ ازي حضرتك؟ وحشني يا صالح، اخبارك انت يا حبيبي؟ طمنا عليك. انا مبسوط جدا يا كابتن ان انا النهارده بتكلم معاك انت وكهربا في نفس الوقت، فدي ذكريات. شفت بقى والله بجد يا كابتن حبيبي يا صالح، يعني حاجه انا مبسوط بيها جدا وحاجه بتفكرني بايام زمان، ايام كنا مع بعض كلنا واحنا صغيرين. فطبعا انت يعني انا مبسوط انا مع حضرتك النهارده، ربنا يبارك لك ويسر للناس كلها النهارده. حبيبي يا صالح، واحنا طبعا سعداء انك موجود معانا في بيتك في بيت النادي الاهلي، وسعداء انك طبعا مع كهربا، وزي ما انت قلت ذكريات جميله. كلمنا بقى كده مع كهربا على بعض الذكريات وبعض المواقف، اللي اكيد مواقف كتير اللي مريتوا بيها. في البدايه طبعا يا كابتن يعني انت حضرتك كنت مكسب كبير جدا للنادي الاهلي، ربنا يخليك. كنت مكسب دلوقتي للقناه ان انت حضرتك قيمه كبيره بالنسبه لنا كلنا، يعني تبقى موجود في المكان ده. حبيبي ده حاجه بتعلي من قناه النادي الاهلي ان حضرتك تبقى موجود بجد جدا. لا ده شرف لاي حد ينتمي. وثاني حاجه طبعا يعني انت حضرتك عارف علاقتي مع كهربا، يمكن ابتدينا واحنا صغيرين في قطاع ناشئين في نادي انبي، وبعدين طلعنا الفريق الاول سوا واحترفنا سوا في نفس الفتره، ولعبنا في الدوري السعودي سوا في نفس الفتره، ودلوقتي موجودين في النادي الاهلي مع بعض. فبجد وجود كهربا معايا حتى في النادي يا كابتن، لما يبقى انت عندك لعيب معاك في النادي انت فعلا متاكد من صراحته ومن شعوره ناحيتك ان هو بيتمنى انت تبقى كويس ويساعدك، دي حاجه بقى الواحد بيفتقدها الفتره الاخيره في مصر وفي الكوره في مصر عامه يا كابتن. لما تلاقي حد بجد هو مبسوط انك انت بترجع تاني تبقى موجود وتنزل التمرين ويشجعك في التمرين، وبعد كل تمرين يكلمني كهربا على الموبايل ويتكلم معايا في التمرين، وبعدين انا كنت كويس وبعدين النهارده قصرت في التمرين وكل الكلام ده كله، كلمني بعد التمرين بالليل انت فين بتعمل ايه في حياتك الكلام ده كله. الواحد بجد يا كابتن كان مبسوط حد زي كهربا انه يبقى موجود معاه في النادي، يبقى سبورت ليه بالشكل ده، بيبقى بيخاف عليه بالشكل ده وبيبقى نفسه يشوفه ناجح. وزي ما قلت لحضرتك يعني هو كمان مكسب كبير جدا للنادي الاهلي، يعني بصراحه يعني فنيا ما فيش حد يختلف النهارده على كهربا، وجود كهربا في النادي الاهلي طبعا فنيا مش هنتكلم عليه، يعني هو اضافه كبيره لينا، ووجوده حتى كابتن عامل حاله من السعاده بالنسبه لنا، ومدينا كلنا كلاعيبه ثقه كده لما تجيب لعيب كبير بامكانيات كبيره كابتن يبقى موجود معاك في النادي في صفقات معينه واسماء معينه، لما تيجي النادي يا كابتن تلعب معاك انت نفسيا بتبقى راكب المنافس ونفسيا بتبقى مرتاح طبعا، نفسيا بتبقى مبسوط. فاتمنى له التوفيق الفتره الجايه ان شاء الله يا كابتن. لا ان شاء الله، وخلي بالك عليك شغل كبير كمان يا صالح، احنا كلنا امل كمان، احنا عارفين امكانيات صالح جمعه كويس قوي، امكانياته الفنيه العاليه. انا عن نفسي يعني صالح من اللعيبه اللي كانوا مميزين وكان من اسباب وصولنا للاولمبياد، فان شاء الله نشوفك في احسن حال يا صالح، منتظرين والنادي الاهلي منتظر منك الكتير قوي. وخلي بالك الفتره اللي جايه عمرو السوليه هيقطع الاسيست عنه، ف لازم خلي بالك بقى ايه هيبص لك انت يعني. لكن صالح الفتره اللي فاتت ده كابتن والله بجد يعني مش خاطر يعني اخويا وصاحبي، بجد الفتره اللي فاتت دي ملتزم جدا، ويمكن يعني انا بستغربه ان انا باجي النادي الاقيه، يعني الاقيه هو قاعد كده مستنيني ويلا عشان برضه ندخل الجيم دايما، يمكن في الجيم دايما الفتره اللي فاتت دي كلها، يمكن بدا يحس ان فعلا يعني هو يحس بنفسه ان هو لازم يرجع تاني، يرجع احسن لاعب في مصر طبعا، وهو يمكن نزل من وزنه كتير الفتره اللي فاتت ديت يعني، وان شاء الله يعني هو يعني الفتره الجايه دي يبقى يرجع يلعب تاني باذن الله. حاجه كويسه طبعا. هو الجمهور بيحب حبه جدا كابتن صالح ومرتبط بيه جدا، ويمكن ده برضو مؤثر يعني يمكن في نفسيتك كابتن صالح مش كده؟ اه طبعا. لا أو يعني انا في الفتره بجد اللي انا موجود فيها في النادي، يمكن انا اللي هي الحته الوحيده اللي انا بتخليني ابقى ارجع وابقى كويس وبركز وكل الكلام ده، هي حته الجمهور والحته في السوشيال ميديا انا متابعها وبشوف رد فعل الناس بيبقى عامل ازاي. يعني انا لما نزلت التمرين اخر مره بعد الفتره الطويله اللي كنت بقيت فيها عن المشاركه في التدريبات، بعد اول يوم تدريب لما انا مسكت الموبايل بتاعي وشفت رد فعل الناس بجد، يعني انا بجد كنت قاعد لوحدي وكنت مكسوف ومحرج من نفسي جدا. رد فعل الجمهور يعني انت لما تبقى لعيب كوره والجمهور بس مبسوط ان انت رجعت تمرين وموجود في التمرين، فالناس كانت فرحتها عامله ازاي؟ بتقول كان اكتر ايه؟ يمكن اكتر لعيب. فدي حاجه طبعا بتديني الفتره دي طبعا. لا يعني الفتره دي يمكن انت اكتر. اقول لك ايه؟ كبير جدا ان ارجع بشكل كويس ان شاء الله. طب احنا يمكن انا لسه كنت هتكلم دلوقتي، بس هو الساعه 12 ل 10 في تمرين الصبح، انت مش هتنام ولا ايه؟
هننام بقى احنا في العصر. هلا خلاص اصل هو عيد ميلاده كمان يومين فخلاص ماشي. ايوه كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. طيب وطيب يا كابتن حبيبي حبيبي. انا ما شفت انا ما شفتش حد يعني يمكن بجد والله يعني في مصر كل الجمهور بيحبه كده اكتر لعيب عندنا في الفريق والله الجمهور بيحبه بجد يعني ما شاء الله ربنا يحفظك والله وان شاء الله ترجع كده تكون عند حسن ظن الجمهور النادي الاهلي تاني باذن الله يمكن يا رب يا رب يكون سبب من اسباب ان شاء الله فوزنا ببطوله افريقيا ان شاء الله صالح ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. انا عن نفسي بصفه شخصيه كهاني رمزي وانت عارف علاقتي بيك يا صالح من زمان احنا كلنا امل انا بكلمك واحد من جماهير النادي الاهلي عندنا امل انا عارف عارفين امكانياتك الفنيه كويس قوي اتمرن زي ما انت ماشي التزامك على اعلى مستوى ما جاتش النهارده يبقى هلعب بكره ما جاتش بكره يبقى هلعب بعده لان انت في كيان كبير جدا اسمه النادي الاهلي وانت عارف وانا متاكد انك عارف المكان اللي انت فيه زي ما كهربا عارف المكان اللي انت فيه فمكان النادي الاهلي دوت حافظ عليه بايديك وسنانك ما كانش النهارده هيبقى بكره فرصتك جايه كلنا وراك يا صالح وباذن الله ان شاء الله زي ما بيقول كهربا كده كتيم وورك ان شاء الله نوصل بطوله الدوري بطوله افريقيا وانت كمان نشوفك شايل كاس افريقيا باذن الله صالح ان شاء الله باذن الله كابتن ويعني وبجد انا يعني الواحد لما كنت موجود مع حضرتك انا بجد لحد النهارده بتمنى انا ابقى موجود مع مدرب زي حضرتك بيعرف يتعامل كويس جدا حتى مع اللعيبه بطريقه معينه كل واحد ليه معامله معينه نفسيا بره الملعب وجوه الملعب انا كنت محظوظ ان انا اتمرنت مع الكابتن هاني حبيبي يا صالح حبيبي ومبسوط جدا ان انا النهارده بتكلم معاكم في خطوات النادي بعد الفتره الطويله اللي فاتت طبعا ومبسوط ان كهربا النهارده موجود معاكم ويعني انا وانت ان شاء الله تنورنا قريب كمان يا كابتن طبعا ده بيت طبعا وده شيء سعدني وشرفني يا كابتن هاني وانا مبسوط ان كنت معاكم ان شاء الله بالتوفيق في اللي جاي نورتنا نورتنا يا صالح نورتنا يا حبيبي ربنا يخليك كابتن هو لعيب عنده امكانيات عاليه جدا والجمهور منتظره واحنا منتظرينه وان شاء الله ان شاء الله يرجع هنطلع لفاصل وبعد الفاصل مكملين في البيت الكبير اتفضل رجعنا لحضراتكم مره تانية مع نجمنا الكبير اللي مشرفنا في البيت الكبير الكابتن محمود كهربا محمود مرحب بيك مره تانية انا الشرف ليا طبعا مبسوط ان انا حضرتك النهارده والله جدا ربنا يخليك اتكلمنا عن الاحتراف الاوروبي شويه خلينا نتكلم كمان على تجربه اعتقد كانت تجربه ناجحه جدا بالنسبه لك هو الانتقال للدوري السعودي نادي اتحاد جده بانضمامك كان اعتقد سنه 2017 كان 2016 تمام ولعبت موسم لحد 2017 وموسم 2017 2018 طب كلمني سريعا برضو على الدوري السعودي كان ماشي ازاي واعتقد انت عملت نتيجه عظيمه ان انت في خلال سنتين حصلت على بطولتين فكلمنا برضو عن تجربتك في الدوري السعودي يمكن يعني الحمد لله يمكن يعني من احسن ايام حياتي برضو ان انا رحت لعبت اتحاد جده طبعا يعني يمكن كان ايام جميله جدا يعني وذكريات لا تنسى يمكن لما جيت احترفت رحت هناك كان دوري بالنسبه لي جديد كان هناك رطوبه طبعا والجو حر فبالنسبه لي كان اجواء مختلفه ولسه فالحمد لله اتاقلمت يعني بشكل سريع يعني يمكن مع اتحاد جده يعني الحمد لله ويمكن السنتين خدنا بطولتين يعني كان يمكن من اصعب برضه البطولات هناك يعني اعتقد كان كسر الدنيا يعني ليه ما فكرتش تكمل يعني لا ما انا كان رجعت لمصر كان اخر سنه ليا في مصر فهم جابوا يعني محترفين تانيين يعني لان خلاص يمكن هم شافوا ان احنا يعني يمكن لما رئيس النادي رجع يمكن هو شاف ان احنا عملنا اللي علينا المجموعه بتاعتنا لان احنا قبل السنتين اللي انا لعبتهم هناك هم كان في احلال وتجديد في اتحاد جده لان اتحاد جده هناك يمكن من اكبر الفرق في السعوديه وفي اسيا يعني وكان في نجوم كبيره فلما احنا رحنا يمكن حتى ما حدش كان مراهن علينا يعني ما حدش كان يعني احنا كنا اربعه محترفين واللعيبه في كسرت الدنيا فالحمد لله ربنا كرمنا ما حدش صدق اصلا ان احنا كنا نعمل موسم كنا ناخد في اول موسم رحت انا جبت 16 هدف 16 هدف اول موسم وكنت وخدنا كاس ولي العهد يمكن كنا الاول الدوري لحد يمكن كان يعني كنا ناخد الدوري كنا ناخد الدوري اصلا يا كابتن بس يعني طبعا نسيبه تاني موسم برده خدنا الكاس الزمالك فالحمد لله يمكن من احسن فتراتك على المستوى الفني على المستوى الفني ومستوى الشخص يمكن كمان الجمهور الاتحاد هناك يعني جمهور عظيم طبعا يعني يمكن برضو ساعدوني كتير جدا هناك لان هناك برضو الاجواء
يعني بتبقى الملعب كله مقفول وكله يعني في صوت واحد. فالحمد لله يعني الواحد يعني هناك ما قصرش والحمد لله يعني كان ساب ذكرى جميله يعني النادي الاتحاد. كان ليك اسم معين بينادوك بيه يعني غير كهرباء يعني كهرباء كهرباء؟ لا البولت العالي. البولت العالي. البولت العالي. كان يمكن كان لا كان هم انا كنت بحبهم جدا الجمهور لان كانوا دايما عندهم كده اغاني كده يعني ساعات كنتش بفهمها ولا بالملعب. بس لا المزيكا بتاعتها كان مبسوط يعني مبسوط يعني. بس. كان بيغنوا لك يقولوا لك ايه يعني؟ قول لي كده بولتو عالي بولتو عالي كهرباء بولتو عالي بس طبعا هم بقى اللغه بتاعتهم تبقى حلوه والريتم والريت انا حاسه ان صوته حلو وصوته حاسه لا لا وبعدين بقى مش عارفه حاسه في يعني نجوم بقى المفروض يكتشفوه صاحب النجوم ومتصور مع رمضان وعنده بقى ايه يعني فنانين كبار اصحابك يعني فالمفروض يكتشفوك بسرعه في الحته دي حاساها كده يعني طب لسه انا لسه انت انا لسه 26 سنه لسه صغير وانت هتمثل يعني لسه بعد لما اخلص بقى كوره يعني لسه قدام ان شاء الله لسه 10 سنين تاني باذن الله في الكوره فامثل حاطط في دماغك الموضوع ده انا بجد بس بعد لما اخلص كوره ان شاء الله بعد ما تخلص كوره هتمثل ان شاء الله بجد طب لو سألتك مين من اللعيبة اللي ممكن يعني يساعدوك تكتشفهم يعني يبقوا مساعدين مثلا دور تاني ممكن يبقى مين؟ استنى قبل ما ترجع والنبي استنى لا لا اوكي يعني ايه مين ممكن تكتشفه انت من اللعيبة زمايلك ها في دور تاني مثلا لا ما فيش دور تاني انا ممكن انا ممكن لازم تساعد زمايلك صالح جمعة معايا صالح جمعة صالح جمعة يجي صالح جمعة معايا يعني بس انا هو طيب ماشي لا طيب كهرباء يعني برضو عشان الناس يعني عايزة تطمن ان شاء الله بإذن الله اتكلمنا على بطولة افريقيا وعارفين ان المباراة نصف النهائي مباراة صعبة شوية اتكلمت يمكن مع عمر كان موجود هو والشناوي اتكلمنا عن الدوري انت اوريدي حاسس او عندك احساس ان خلاص النادي الاهلي حسم الدوري ولا بالنسبه لك لا 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 لسه الامور رغم فرق النقاط الكتير يعني لا لا مش يمكن الوقت الكوره كابتن يمكن الكوره غداره شويه يعني جدا يعني ما احنا زي ما بقول لحضرتك ان لازم كل ماتش ناخد الماتش حتى لو فرق النقط كبير انت لازم هو ماتش مهم كل ماتش مهم لازم تكسب الشناوي قال كده والسليه يعني انه موضوع انه الدوري محسوم ده مش في الحسبان خالص يعني لان انت برضو انت عايز انت النادي الاهلي فما بتحسمش حاجه غير لما يعني تنهيها خالص بس فاحنا مركزين في كده يعني ناخد ماتش بماتش وبعد كده نحسم الدوري ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معنا مين على التليفون اعتقد عندنا تليفون لفهد الانصاري لاعب القادسية الكويتي وزميل كابتن كهربا لما كان موجود في السعودية نقول قول ألو بقى أنت المرة دي ألو أهلا يا أبو الكهارب أهلا وسهلا وحشني أنت ضحكت ليه أول ما عرفتنا على التليفون وحشني والله سنتين 24 ساعة مع بعض دور الشاشة يا حبيبي يا أبو الكهرب يا أبو الكهارب ويعني اللقاء تقيل أوي حبيبي حبيبي كابتن فهد منورنا في قناة النادي الأهلي في البيت الكبير وذكريات جميلة مع كهربا كهربا قضى أوقات جميلة جدا جدا في اتحاد جدة السعودي وانت كنت من زميله وقضيته ذكريات جميلة عايزين نعرف كواليس يعني برضو كهربا بلاش برضو بلاش فهد كواليس ايجابيه كواليس ايجابيه لو سمحت كواليس ايجابيه لا كهربا و اول شيء والله شهاده حق يعني كل فتره اللي زملت فيها كهربا كان تسبيات كاس العالم شغاله كان بيفكر كثير بالمنتخب كان بيفكر طبعا كاس العالم يعني كان قدامه الطموح ده انه يلعب كاس العالم بس المنتخب وشفنا يمكن كان له اثر كبير في التصفيات بالذات لما كان ينزل او يلعب اساسي كان يعمل الفارق يعني حبيبي فهد لا على المستوى فهد يمكن فهد يمكن قعدنا انا وهو سنتين يمكن هو جه في نفس هو لعب الكويت محترف جه السعوديه بس هو كان طبعا عارف الاجواء وكان عارف لعيبه كتير هناك يمكن انا وهو دايما يعني السنتين خدنا بيت مع بعض بيتين مع يعني بيت وبيت وكان معنا واحد تاني برضه عمار دحيم ده برضه سعودي بس برضه ده ساعدنا كتير احنا الثلاثه بس كهربا عنده مشكله واحده ايه هي عنده مشكله بالسياره ما يعرفش يسوق لحد دلوقتي لا لا
احكي لنا. طب احكي انت الموقف بقى. احكي الموقف. كابتن فهد قول لنا انت الموقف. اتفضل. الموقف احنا خارجين في سيارتنا كهرباء سيارتنا في النادي، قلت له كهرباء ما تجيب السياره في البيت يعني اركنها في البيت يمكن تحتاج تروح مكان في الليل ولا حاجه. قال لي خلاص انا يعني احنا قدام وهو ورانا يمشي معانا. حلو. خبطني خبطنا احنا اصحابه خبط ماشي وراك وبيقول لكم انا وراك وراح خبطكم من ورا. خبطنا احنا وبعد ما خبطنا يعني هو بيمثل بقى انه هو المصاب، هو اللي خبطنا هو المصاب. انا اصلا كنا لسه كنا النادي مدينا انا هو عربيه وانا عربيه فخارجين من النادي فمروحين ورا بعض، فكان عمار راكب جنبه فانا قلت لعمار تعالى مع اركب جنبي عشان برضه انا لسه ما اعرفش. قال لا لا انا همشي مع فهد. لسه الطرق غريبه عليك لسه ما اتعودتش على الطرق. بس انا ماشي وراه عشان كده فانا ماشي وراه فراح هو فرمي راح دخلت فيه فانا دخلت فيه راح رجعت لورا كده. لا كانت خفيفه بس انا مسترت يعني حسيت ان هم عشان هم ينزلوا من اولها. من اولها كده. فمن ساعتها يعني يمكن احنا الثلاثه قعدنا مع بعض سنتين 24 ساعه مع بعض عشان كده بضحك ذكريات يمكن. الله يوفقك ان شاء الله مع النادي الاهلي في الفتره الجديده اللي نقول لك اياها. والله انت يعني خير وبركه على كل فريق. يمكن مع الاتحاد كان بعيد عن البطولات حققت معاه بطولتين في سنتين. كنت مع الزمالك نجم. واتمنى لك التوفيق والنجوميه ان شاء الله مع النادي الاهلي. متابع كابتن فهد متابع كهربا في الاهلي؟ والله يعني انا كهربا من قبل ما يجي يمكن هو عارف المعلومه دي. انا كنت متابعه من ايام الزمان قبل ما يجي الاتحاد وانا العب. يمكن فهد الانصاري يعني من الحين الحب تغير يعني مع اني زملكاوي لكن لما يلعب كهربا خلاص العاطفه مع كهربا وين ما يكون. يمكن فهد الانصاري يمكن يعني من احسن الديفندرات طبعا في اسيا والخليج يعني لاعب محترف يعني من شخصية كويسة ومحترم جدا ونضيف. يمكن من يعني انا دايما كنت بقول له انا يعني دايما في لعبة الكورة بتيجي بعد ما تخلص كورة بتبقى تلاقي اثنين ثلاثة اصدقائك يمكن مش كتير يعني هذا كابتن هاني عارف. يمكن فهد من يعني الاصدقاء اللي فعلا الواحد مبسوط ان هو يفضلوا طول العمر يعني يمكن اخ لي واخ دايما لا اخ يعني شخصية محترمة ونضيف. ويمكن كابتن هاني يمكن هذه ميزة كهرباء يعني ما تقول صاحب صاحبه حبيبي ومع مع مع الاتحاد في السعودية سنتين ما أذكر إنه في 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 أسبوع يعني بطل يكلم أصحابه من مصر سواء لاعبين منتخب أو لاعبين الزمالك أو حتى اللاعبين الأهلي من قبل لا يروح الأهلي. كان دائما متواصل مع الجميع يعني حتى إحنا كنا أعيش معاه في مشكلة أقول يعني بطل تلفون شوية. دائما متواصل دائما يحب يطمن يحب يسال. فعلا هذه ميزه حلوه في كهرباء. لا مميزات كثيره جدا في كهرباء حتى بره الجانب الفني. من الجانب الفني لا غبار عليه كهرباء ما بيكون بلغه الكره فايق بيطلع لنا حاجات كويسه. اعصابه مضبوطه الايام دي كابتن هاني. اشوف كهرباء اعصابه مضبوطه في المباريات السنه دي يعني. لا وان شاء الله هتبقى مضبوطه على طول ان شاء الله باذن الله. ده وعد انت عارف انا في النادي الاهلي السيستم واحد خلاص في سيستم خلاص. حبيبي يا فهد ربنا يكرمك ان شاء الله واشوفك باذن الله قريب باذن الله حبيبي ان شاء الله. تشرفت اني كنت ضيف معاكم وتشرفت والله يا كابتن. احنا تشرفنا حبيبي ربنا يخليك. شكرا لك يا فهد شكرا لك نورتنا في بيت النادي الاهلي. ذكريات جميله جدا ودايما بنفتكر انا وهو طبعا وعمار احنا كل يوم بنتكلم يعني يمكن احلى الذكريات يعني بصراحه. كان خارج احنا كنا على طول عايشين مع بعض يعني احنا الثلاثه كنا عايشين تقريبا في مع بعض على طول والتمارين ومع بعض. من ساعه ما صدمتهم خلاص. ده كان راي اصحابك. تعالى بقى نشوف في تقرير معانا تقرير الناس وراي الناس في كهربا من خلال التقرير ده ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. ده راي الناس في كهربا ومستنيين منك كتير يا كهربا. انت ان شاء الله وكباتن ان شاء الله يكون عند حسن ظنهم طبعا باذن الله يعني. والواحد مركز والله الفتره ديت يعني خلاص يعني السنين اللي جايه ان شاء الله باذن الله يعني الواحد تكون فعلا يعني
على حاجه باذن الله ان شاء الله. متالق انت كمان في الماتشات الوديه وفي سموحه، يعني جايب جون ان شاء الله عليك يعني. ان شاء الله كمان يعني باذن الله الفتره الجايه، بس ان شاء الله كده على يعني العقوبه يعني باذن الله تقل يعني اتحاد الكوره باذن الله يعني ان شاء الله. وباذن الله يعني العب يعني ان شاء الله ماتش في الدوري واكون احسن واحسن باذن الله ان شاء الله. لا ان شاء الله العقوبه تمر بسلام وان شاء الله ترجع تاني. بس عايز اسالك كهربا، في بعض الاحيان كنا بنشوفك حتى على مستوى المنتخبات بتلعب راس حربه، عايز اعرف رايك، عندك القدره انك في وقت من الاوقات تلعب راس حربه؟ يعني كنت مرتاح في البوزيشن ده؟ احنا كنا في كاس العالم كان ساعات بتلعب راس حربه، وعلى الاكثر طبعا احنا عارفينك كطرف يمين او شمال، لكن بوزيشن الراس حربه دوت ممكن تشتغل فيه في وقت من الاوقات؟ طبعا بص يا كابتن، يمكن انا بحب المركز يعني الهاف ليفت اكتر مركز، بس يمكن في ماتشات كتير بتبقى متطلبه ان انا العب راس حربه، فانا ببقى يعني مستعد لها انا ببقى جاهز يعني ما دام المدير الفني يتكلم معايا تلعب راس حربه في الماتشات دي، لان ساعات في ماتشات بتبقى عايز مثلا مهاجم سريع، فمطلوب مثلا تلعب هجمات مرتده حاجه طبعا عارف حاجات دي. مظبوط مظبوط. فلا انا ببقى مهيئ نفسي على الحاجات دي وببقى جاهز راس حربه هاف ليفت هاف رايت بلاي ميكر، فانا الاربع مراكز انا الحمد لله يعني بقديهم يعني الحمد لله. انت طبعا اعتقاد الشخصي انك طرف شمال ده بتطلع ده مكانك وكمان ناحيه اليمين يعني في بعض الاحوال بتلعب ناحيه اليمين وبتكمل ناحيه اليمين وبتعمل جبهه كويسه مع الباك اليمين وكمان كراس حربه. او راس حربه انا دايما كان الاربع مراكز دول انا بحب اروح على الجون يعني. افضل هدف سجلته كان امتى يا كهربا؟ لا هو يمكن افضل هدف في حياتي كلها يمكن جول المغرب. المغرب يعني ده اكيد يعني ده يمكن احسن هدف يعني وهدف غالي عليا قوي يعني. طب انا معانا على التليفون كابتن مروان محسن، الشكل كهربا هينافسك يا كابتن. عايز يبقى مهاجم يا كابتن مروان، ايه رايك؟ واحد والله اخويا كهربا اخويا طبعا. انا اول حاجه بقى كابتن هاني طبعا. مساء الخير يا مروان، ازيك حبيبي وحشني حبيبي. وانت كابتن وببارك للقناه الجديده قناه الاهلي، حاجه محترمه وشرف نادي جميل نادي الاهلي، ودايما في نجاح كده ودايما في تقدم دايما كابتن. ان شاء الله ان شاء الله حبيبي حبيبي عمار. ولا عمار ولا كهر عمار طبعا. لا انا عمار انا مروان مهاجم، انا ما اقدرش اهاجم المهاجم يعني مهاجم من المهاجمين الكويس. لا والله ما اقدرش اتعرف اقدرش ده، انا يمكن بحب العب معاه جدا يعني، حتى في التمرين دايما بقول له يعني بحب العب معاه لان انا بحافظه يعني من زمان، لان انا كنت انا ومروان بنلعب زمان في نادي النيل يعني مع بعض، كنا بنلعب ضد بعض كمان دورات زمان. فانا كمان بحافظ لعبه وانا بحبه بالمستوى الشخصي يعني. لعبتوا مع بعض في الشارع كمان؟ لعبنا في الشارع مع بعض. وده كان لسه صغير. كمان انت ليك كمان قصص؟ لا تريزيجي واحنا في الاهلي، بس انا لعبت مع مروان واحنا في الشارع في دوره كده نادي النيل ولا فين؟ لا في الشارع عندنا في المانيال عندنا ناحيتنا، كان هو في المانيال برضه لعبنا، بس انا كنت النهائي مين اللي كسب النهائي؟ يمكن انت باين. هو كسب النهائي، بس ساعتها عملنا مشكله، هو جاب الجون كمان وانت مش واقف جون. لا عملنا مشكله ساعتها ما كملناش، هم كانوا كسبانين. عملنا مشكله وبعد كده بس هم خدوا عن الدوري يعني. لا يمكن مروان من الناس المحترمه جدا، يمكن برده يمكن حبيبك من الناس اللي ساعدوني برده اول ما دخلت النادي، يمكن من المهاجمين يمكن دايما ان انا يعني على طول بتكلم معاه يعني، كان المهاجمين القليلين يعني اللي هو ناجح وبنجح اللي معاه يعني. يمكن احنا جوه الملعب عكس الناس بره الملعب يعني، دايما انا بتفرج على ماتش بقول يا طب هو ما عملاش كده ليه؟ طب لا انت لو دخلت جوه الملعب جوه غير. وكمان يمكن انا بحب العب مع مروان عشان هو بينجحني وبينجح البلاي ميكر وبينجح، لان هو محطه ما شاء الله عليه، يمكن يعني لعيب كبير 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 جدا والله يعني. ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه دي بتاعته كلها والله، لانه شغال الفتره اللي فاتت دي شغل ما شاء الله عليه يعني. لا طبعا انا وانت ان شاء الله والفرقه كلها ان شاء الله. لا طبعا انا يعني بأي كلامك، لان احنا عارفين مروان يعني، ممكن رؤيه المشجع بره ما تكونش زي رؤيه المدير الفني او المدرب. فمروان طبعا اولا عادي بقائك في النادي الاهلي، عادي جدد طبعا مع النادي الاهلي، ده شيء طبيعي جدا، وانت من المهاجمين الواعدين ومهاجم منتخب مصر، وان شاء الله باذن الله اخد برضو رايك في المرحلة اللي جاية مرحلة الدوري، وشايف كمان بطولة افريقيا ازاي؟ والله كابتن احنا مركزين طبعا، انا الفترة اللي فاتت شغالين وماتشات ودية الحمد لله، اللعيبة كلها مركزة كله بيتمرن، مفيش حد بيهزر، أول ما ننزل التمرين كلنا على رجل قلب واحد،
عندنا طبعا افريقيا السنه دي لازم ان شاء الله باذن الله كله لعيبه كلها مركزه ان شاء الله تخش النادي الاهلي باذن الله ونفرح جمهور النادي الاهلي كله. هو اللعبه كلها مركزه وحتى انا دايما بتكلم برضه مع كهربا دايما يعني بساعات بيبقى متنرفز هو ما بيحبش يخسر ما بيحبش يتنرفز كده في الملعب حتى في التمرين دايما بتكلم معاه لان هو اضافه كبيره طبعا للفرقه وللنادي طبعا وان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله يقدم احسن حاجه عنده وكهربا عنده كتير وكلنا ان شاء الله نفرز جميل النادي الاهلي ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله ان شاء الله يا مروان كلكم تسعدوا جماهير النادي الاهلي ومنتظرينكم وكل الثقه وزي ما بقول جماهير وخاصه جماهير النادي الاهلي داعمه لاي فرد من النادي الاهلي اذا كان لعيب او اداري او حتى احنا دلوقتي كموجودين في قناه النادي الاهلي الجماهير رقم واحد وان شاء الله تدعمكم دايما وكهربا ان شاء الله يعني يكون عند حسن ظننا زي ما كان دايما عند حسن ظننا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ربنا يكرمك يا كابتن ويكرم الفرقه كلها ان شاء الله وباذن الله نسعد جمهور النادي الاهلي استعاد ان شاء الله باذن الله ونحقق كل البطولات اللي جايه باذن الله باذن الله ان شاء الله نورتنا بالتوفيق يا مروان وان شاء الله نشوفك بقى عندنا كمان في البيت الكبير ان شاء الله حبيبي ان شاء الله كابتن بالتوفيق دايما ليك حبيبي يا مروان متشكر ربنا يخليك انت يا رمضان برضه رمضان معلق معايا رمضان من الصبح معرض لا مش رمضان لا رمضان يعني حد تاني مش رمضان الصبح بس كهربا انت ايه الدرجة الفنية اللي انت بتأمل ان انت توصل لها مع النادي الاهلي يعني وصلت يعني انت حاسس بايه الاداء يعني انت حاسس انا وصلت 70% 80% لا انا دلوقتي يعني لا يمكن انت فين بالظبط يمكن انا مستواي دلوقتي لسه مع النادي الاهلي يمكن انا ما وصلتش حتى ل 60% ما وصلتش ل 60% عندك لسه يعني اقول لحضرتك على حاجه يمكن انا لما جيت النادي يمكن انا الحمد لله يعني لحد دلوقتي يمكن انا لاعب 100 دقيقه عشان دايما بحسبها بارقام يعني يمكن لاعب 100 دقيقه يمكن انا جايب 3 اهداف وعامل 3 اهداف فده يمكن رقم في 100 دقيقه كابتن عارف رقم يعني رقم كبير رقم طبعا كبير طبعا فلسه ان شاء الله لما العب بقى الماتشات والعب 90 دقيقه ماتش كامل الكلام ده كله فان شاء الله الارقام هتختلف باذن الله يعني ان شاء الله وبقى اعلى يعني واجيب مستواي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يا حسن لا واحنا عارفين كمان كهربا ان شاء الله مع الماتشات انت عارف مع الماتشات هتزيد وباذن الله يعني 60 و70 و80 ان شاء الله وانت الاحصائيه اللي انت قلتها عظيمه طبعا يعني الحمد لله يمكن كمان لسه يعني يمكن انا لسه ما لعبتش يعني زي ما بقول لحضرتك انا 100 دقيقه بالظبط يعني يمكن كل ماتش 10 دقائق ربع ساعه والحمد لله بيبقى ليا بصمه يعني فان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون خير باذن الله كده انت متواضع بس ان شاء الله متواضع برضو يعني الحمد لله كهربا جميل كهربا جميل طيب احنا هنروح لفاصل سريع جدا وبعد الفاصل مستمرين في البيت الكبير اهلا بحضراتكم مره تانية ونجمنا الكبير محمود كهربا محمود لعيبه كتير مروا عليك من الدوري السعودي والدوري السويسري والدوري المصري عايز اعرف رايك انت تتمنى مين ان يكون موجود في النادي الاهلي من خلينا نتكلم من اطار الفرق الموجوده في الدوري المصري تتمنى مين يكون موجود او انت حاسس ان ممكن يكون اضافه للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه يمكن في الدوري المصري يعني انه اختار او اللاعب اللي بتحبه بلاش اصعبها عليك بتحب مين يعني كورته حلوه كده في الدوري المصري تحب تلعبه يمكن لا يمكن اللي انا بحب لعبه يعني طبعا يعني في الدوري المصري طبعا يعني بحب فرجاني ساسي اوكي لعب فرجاني يمكن بحب لعب عمرو السوليه جدا وممكن صالح جمعه يعني دول اللي بحب دول اللي بيوصلوك للجول يعني دول اللي دول اللي دول اللي بيلعبون الجول انا بحب يعني اللعيبه اللي بتوديني للجول يعني لان انا يعني دايما ببقى بتكلم معايا اروح انا وانت هو عارف المكان على طول بحط له الكوره بس بتشاور بس بتشاور دول يعني يمكن لعيبه كويسه ودول اللي بحب لعبهم على المستوى الدولي تبع كريستيانو ولا ميسي ده انا كريستيانو يمكن رونالدو بحبه جدا يعني ويمكن انا كنت بحب كمان يعني بحب نيمار قوي نيمار بحبه جدا يعني ده على المستوى الدولي وميسي لا كارو ميسي طبعا لا بحب يعني بحب طبعا لا ما حدش بحب بس مفيش حد بتتكلم على ثلاث اسماء اصلا اي يعني حدش اصلا خالص بس يعني هو طبعا حضرتك عارف يعني لعيبه الكوره او الجمهور
في حب الشخص خلاص هو يعني كده كده محدش يقدر يختلف يعني مفيش ولا حد يختلف ده وحش ولا او ده وحش بالظبط بس كان ده انا بحبه شخصيا يعني بحب لعبه كريستيانو ونيمار بحب لعبهم بس ميسي طبعا لعيب كبير يعني بس دايما انا برضه كابتن يعني عندي برضه كده حاجه قول لي بقول لي يعني مثلا يعني ما ينفعش حد يقارن بلعيب بلعيب صحيح يعني ده لعيب عنده مهمات وده لعيب عنده مهمات وربنا مدي ده موهبه ومدي ولا في اي مجال المفروض خالص يعني بتبقى انا حتى بستغرب من الناس بتقارن ده بده بتقول ده احسن وده لا يعني ده ربنا مدي له حاجات وده ربنا مدي له حاجات وده بيأدي فيها وده بيأدي فيها بس لا عندك حق عندك حق بالظبط طيب ممكن برضو يعني هتقول الو برضو يعني قول يا كهرباء الو 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 معاك 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 هو يا 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 مين معايا طيب الو يا علي اكيد عارفه كهربا انا لسه هو انت مين انت عشان عايز اقول اسمك طيب عشان ما اعرفش قول طيب عقبال ما نظبط التليفون يعني اعتقد انت عارف انا عارف يعني هو عارف هو لما هيتكلم هيقول لك ايه يا كابتن محمود انا قمح الدولي انا عايز اسمعها منك لا قمح الدولي ده قريب منك قوي يا كهرباء قوي قمح يمكن من يعني يمكن انا ما كنتش اعرفه قوي جالنا تاني اهو الو 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 مين معايا الو سلام عم مين قمح قمح مين قمح الدولي ازيك يا أم عامل ايه؟ عم زمان ازاي؟ حضرتك طالب مين بقى؟ طالب البولت العالي محمود كهربا مين؟ البولت العالي محمود كهربا اه طبعا اه اخويا حبيب انبياء وحشتني يا أمح وانت والله نسيتني والله عامل ايه؟ الحمد لله دكتور تمام ايه الاخبار؟ عايز تقول لي ايه قول؟ انا معاك انا فاهم معاك قول عايز تقول ايه؟ انا عندي كهربا 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 ارفع يا كهربا اما حبيب قلبي يا اما حبيب قلبي يا اما كهربا يمكن يمكن بتاع الاهلي قول لي انت بتحب كهربا ليه يا اما قول لي هو اخويا حبيبي ايوه بتحبه ليه طيب؟ بتحبه ليه؟ الو يا امح كلم كابتن هاني 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 ازيك يا امح عامل ايه؟ هاني عامل ايه؟ وحشني وانت اكتر والله حبيبي قول لي انت بتحب كهربا ليه؟ انا بحب كهربا وعامل تفوق قلت هاني كهربا 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 ارفع يا كهربا انا بحب اقول جدا يا امح انت بقيت اشهر من لعيبه الكوره اصلا ده كلام كهربا بنت عاجل انا هو لعيب كوره كويس هو لعيب دولي يا رب ان شاء الله يلعب وفاشي يقعد ربنا يوصله يلعب ان شاء الله اصلا يا كهربا يا كهربا يا كهربا ارفع يا كهربا بيقول لك ارفع ارفع يا كهربا يا كهربا ارفع بقول لك يا امح نعم تعالى امح اه ماشي هو مين اشهر فينا انا ولا انت بصراحه بس عايز بصراحه انت تمام انت وش الشات عننا بيقولوا انت ايه انت وش الشات حبيبي انت 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 النجم بتاعنا كلنا والله يا امبا يا ابو انت عاني وبيا فقط وجنا منتخب مصر اللي في الاخر دي يا كهربا هو ما بيعملش حاجه كهربا غير لما يفرحك انت الاول يا امح مش كده ما بيروحش حته غير لما يعرفك انت ويفرحك انت الاول حد ما نام عليا فندق ايه بتقول ايه والله العظيم انا جماعه ده انا جديد انا اصلا جديد انا اصلا حبيبك اخويا يا صراحه
خلاص اما خلاص انا وكهربا ان شاء الله هنيجي نزورك باذن الله. ان شاء الله تيجي نولنا فندق ما والله. حبيبي يا عم حبيبي ربنا يخليك. وانت عادي ان شاء الله هيلعب اساسي وهيلعب مستشفى مصر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله حبيبي. حبيبي ادعي لي. ربنا يوفقك يا رب. يلا عشان تجي لي يوم الجمعه بقى ان شاء الله. ان شاء الله فينا. ماشي. والله انت عاوز. ان شاء الله. هستناك يا حبيبي. ان شاء الله. نيل ده اللي بالاكل انت عارف نيل ده بالاكل الجمعه بيجي لك اول يوم العيد بيجي لي على طول امح ممكن انا كنت اول انا كنتش عارف امح انت كنت بتحكي الحكايه دي فامح كان يعرفه صالح امين صالح امين كان يعرفه الاول لعيب كوره صالح امين طبعا يعني مجال التعريف طبعا فاول كان يعرفه الاول صغير بعد كده حسين الشحات فبعد كده انا يعني واحمد الشيخ برضو يعني عرفوه فهو جه في السنه اللي فاتت 2000 اخر 2018 في بدايه 2019 فاما جه ما هو قعد يشوفني فجالي البيت فصادف ان لما جالي البيت كان يوم عيد ميلاده عيد ميلاده هو 31/12 كان فيها فانا عملت له في البيت عندي فجبته بقى هو بيحب يعني بيحب لعبه الكوره بحب النجوم يعني هو كده وتقعدي معاه يوم كامل متتحكي بس وهو عسل جدا فلما جه بقى كان ادمن فبقول له انت كام سنه 33 وبعدها بشويه يقول لي لا انا 37 بعدها بشويه يقول لي 25 يقعد يلعبني وانا لسه هو وانا مش عايز يقول لي فعملت له عيد ميلاده بقى فجبت بقى اصحابي يعني كان لعيبة كوره معايا في البيت عندي فمن ساعتها بقى امح بقى يعني ما شاء الله قريب منك قوي قوي انت بتتفائل بيه طبعا على طول لازم يكلمني كل يوم لا امح يعني امح دايما بيصلي ادخل عليه مثلا بتصلي ايه يا امح بصلي صلي يا امح بصلي لابويا دعواته مستجابه يعني الحمد لله يعني ما شاء الله عليه يعني يقعد اقول له بتصلي يقول لي بصلي لبابا وابويا وامي لا امح مش شخصيات يعني ونقي كده وعسل اكيد اكيد ربنا يحفظها رب كده يا رب يا رب يا رب طب هو لو كهربا ما كانش لاعب كوره تفتكروا كان هيبقى ايه تعالوا نشوف ممكن يبقى مدرب هو لعيب يعني كويس حريف ممكن مذيع زي محمد بركات وممكن برضو يمثل ممكن يبقى صاحب شركه دايما لعيبه الكوره ما بيعتزل يا مدرب يا اداري حسب شخصيته حسب ثقافته حسب علمه يعني ممكن يبقى ممثل عشان هو دمه خفيف بتصور ان ممكن يكون لي يعني خبرات شويه في التدريب خبرات شويه في العمل الاداري شايفاه ممكن يبقى فتح كافيه ويسميه باسم النادي الاهلي او باسم حاجه مهمه بس مدرب ممثل صاحب شركه اداري لا بعدين ممثل تاني اخيرا بقى صاحب كافيه الله متهيألي في حاجه جايه كده صح ولا ما عملتش قبل كده حاجه بره الكوره كهربا يعني ما لكش في المشاريع احنا ساعات بنسمع لعيبه الكوره بيبقى عندها بعض النشاطات الخارجيه خاصه الكافيه يفتح حاجه ما ايه لا مفيش حاجه انا بقى عايز تقولها والله ما عايز اقولها مفيش حاجه والله انا بجد والدي ووالدتي هم الشركه بتاعتي وكل حاجه ربنا يخليهم ربنا يخليهم لكن انت كهربا ان شاء الله تكمل لغايه ان شاء الله سن 40 سنه انت شايف نفسك بعد كده هتبقى تميل اكتر للجزء الفني تبقى مدير فني ولا جزء اداري ولا حابب الاعلام الرياضي ولا حابب تبقى خارج كل دوت وتبقى ليك نشاطك الخاص يعني ولا ما فكرتش في ده لسه اصلا لا يا كابتن لسه يمكن انا يمكن دلوقتي 26 سنه ف لسه كل بعد لسه صغير انت عارف لسه ضغوطات الكوره لا انا لما اخلص انا هفصل خالص من الكوره يعني هيمثل ما هو قال هيمثل بجد والله دخل دخل انت فعلا مقتنع بالموضوع ده اللي بقول لك كابتن الكوره ضغط عصبي كبير جدا طبعًا. كبير طبعا ليك بقى في التمثيل يعني بتعرف تمثل في مثلا حد قال لك والله انت لازم تمثل لسه اتعلم والله لا والله لا وعشان كده احنا لازم برضو نختبر الموضوع ده نختبر اذا كان مين اللي قال لك بقى انت ليك في التمثيل مين اللي قال لك لا لسه انت اصحابك انت اصحابك كتار في بس لسه اتعلم بكلم بجد والله لسه اتعلم والله بس مين اللي اقنعك بالفكره مين اللي قال لك على فكره اتفرجت على برنامج رامز طيب على فكره الكهرباء انت تيجي من برنامج رامز اتفرجت على الحلقه ولا اتفرجتيش
يعني اكيد كل اتفرج عليها تاني عشان تعرف انا كويس ولا مش كويس. ليه انت اللي تقول لي انت انا والله يعني رياكشناتي كده فيها ايه عارفه مثل ما اعرفش انت ما لا بص كهربا انا حاسس من وجهه نظر يعني كده ممكن كهربا يخش في الحته دي شويه يعني عنده ميول شويه للكاميرا وهو دور يعني برنامج رامز كان حلو قوي يعني رياكشناتك كانت رياكشنات عظيمه بصراحه من عشان كده بقول له اتفرج على حلقه رامز هتعرف رياكشن غير طبيعي حلقات الحلوه قولي احنا هنطلع فاصل تاني ونرجع تاني نكمل البيت الكبير اتفضل. ورجعنا مع حضراتكم مره تانية في البيت الكبير مع النجم الكبير محمود كهربا. برحب بيك تاني يا محمود. حبيبك منورنا نجم النجوم. منورنا ورد فعل الحلقه رهيب وانت عارف ان في ناس كتيره جدا بتحبك والحلقه دي بالذات عامله رد فعل حلو قوي لجماهير النادي الاهلي في السعوديه. هم بعتن لك رساله خلينا نشوفها مع بعض. السلام عليكم كابتن محمود كهربا نور الشاشه معك محمد من مشجعين نادي اتحاد جده السعودي. حبيت اقول لك صراحه انت قدمت معنا سنوات طيبه مستويات كويسة وما قصرت مع نادي الاتحاد جدة صراحة وكنا نأمل انك يعني تكمل معانا سنوات اضافية وتقدم ان شاء الله يعني اشياء اكثر واكثر لكن هذه سنة الحياة وهذا هو الاحتراف. نتمنى لك مستقبل ممتاز مستقبل افضل ان شاء الله تستاهل كل خير. كابتن كهربا وحشنا والله كل الجمهور الاتحاد يحبك تحياتنا لك من السعودية ومبروك انك رحت الاهلي ان شاء الله تبدأ معاهم تاخذ بطولة افريقيا. محمود كهربا السلام عليكم وحشنا جمهور الاتحاد كله بحبك وحشنا وحشنا وحشنا. كابتن كهربا وحشتنا غالي الف مبروك توقيعك مع النادي الاهلي نادي الاهلي نادي كبير مثلك لاعب كبير. سلام كهربا البولد اتحاد جدا مشتاق لك كثير مفتقدينك صراحة مكانك لسه خالي لكن اتمنى لك التوفيق ان شاء الله مع الاهلي المصري والله يوفقك ان شاء الله كهرباء والفلت عالي. انت مبسوط طبعا الحمد لله انا يمكن ببسط لما بشوف حب الناس كده دايما اثرت فيهم انت برضو الحمد لله رحت الحمد لله هم اثروا فيا طبعا يعني يعني جمهور الاتحاد طبعا يعني جمهور عظيم يمكن الحمد لله يمكن حتى جمهور الاهلي السعودي جمهور الهلال جمهور النصر كل جماهير السعوديه يمكن الحمد لله يعني كنت الحمد لله عامل حاله هناك يعني كان يعني الحمد لله كلهم كانوا بيحبوني حتى في كل الماتشات اللي فيها جماهير كان دايما يعني الجماهير بتاعه الانديه الثانيه كانوا دايما بيصوروا معايا وينادوا عليا فده كان بالنسبه لي حاجه حلوه قوي يعني. اكتر مباراه بتعتز بيها لما كنت في الاتحاد كانت ايه؟ كان في مباراه النهائي بين اتحاد جده والنصر كان كاس ولي العهد يعني كسبنا فيه 1-0 يعني الحمد لله كان ربنا كرمنا ووفقني جبت في الهدف فاخدنا فيه كاس ولي العهد ده كان اكتر مباراه بعتز بيها يعني. لا من الواضح كمان ان الناس حباك جدا زي ما انت قلت كمان انت رحت في فتره كان نادي الاتحاد كان غايب عن البطولات ودي بيفرق جدا مع الجماهير ان في بيجي نجم وزي ما انت قلت محدش عامل حسابكم يعني خالص. يعني ما انت كان معاك مجموعه محترفين كانوا لسه اول مره كمان يروحوا نادي الاتحاد يعني كان ثلاثه كان ثلاثه اول مره فني والجهاز الفني اللعيبه موجوده كلها صغيرين فما كانش حد كان لسه ما فيش اي حاجه وكان المشكله ان نادي الاتحاد نادي كبير يمكن نادي الاتحاد هناك طبعا يعني اتحادي يعني كان صعب ما كنتش بعرف اخرج اصلا من البيت خالص والله يا كابتن كان دايما يقعدوا يشوفوا عربياتنا واحنا خارجين من النادي ويمشوا لحد بيتنا ده الجماهير الجمهور لا مشجعين كانوا ما شاء الله يعني مشجعين كتير جدا يعني ودايما كانوا يعني دايما بيخلقوا لنا كده حاله حلوه حاله ومن واضح ان هم مفتقدينك جدا وبيتمنوا لك طبعا ان شاء الله مع النادي الاهلي تعمل حاجه كويسه جدا وكلنا بصراحه كهربا ان شاء الله يعني كلنا ان شاء الله عندنا امل كبير جدا
وانا شايف عينيك ان شاء الله. لا ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله شايف عينيك ان شاء الله انا هتبقى باذن الله ربنا يكرمك الفتره الجايه دي يعني. وطول ما الواحد بيشتغل على نفسه ربنا هيديله ان شاء الله لازم فده اللي انا شغال عليه والله الفتره اللي فاتت دي كلها. وباذن الله ربنا هيديني كتير باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله. طيب نتمنى. احنا لسه مش هنختم, احنا عندنا اسئله سريعه. حاسه انا عارفه اسئله سريعه عارفه بردان لا خالص بس لسه عندنا بقى اسئله عايزين نسالها للكابتن كهربا. اقول له ايه؟ قولي له اسرع سؤال. اسرع سؤال. لا هو انا كان سؤال قولي له اتفضلي. مين اللي بتشجعه في اوروبا؟ ريال مدريد. ريال مدريد. لا انا بالنسبه لي سؤال مين من المدافعين يعني مين اكتر واحد تعبك في الملعب؟ لعبت ماتشات كتير يعني مين اللي فعلا تقول يا ده انا بكره هلعب قدام الفرقه كذا معاها المدافع ده مدافع غلس قوي ويعني. لا يمكن كان كابتن فتحي احمد كذا ماتش انا لعبنا ضد بعض فكان بينه وبينه ماتش تاني خالص. ده غير طبعا وائل الجمعه. لا ده غير وقعت في حته ثانيه يعني بتخرج من الكوره تقع في فتحي. لا كابتن فتحي كان شم يعني بيترقص بسهوله. لا وبعدين احمد يترقص وبعدين يرجع لحضرتك ويرجع لك تاني ويروح ويرجع. دي حقيقة. فانت تتمنى ما تقابلش مدافع زي لا هو الفتره دي بيلعب معايا كل يوم في التمرين تسيمه في التسيمه بتقول عندك تسيمه بكره. عندنا تسيمه بكره طبعا مش هتبقى ضده. لا هو معايا. طب الحمد لله الحمد لله عدت على خير. عدت على خير. طيب عندك ايه تاني اسئله سريعه؟ ما في والله بس احنا يعني احنا بنتمنى لك فعلا كل التوفيق وانت تستاهل انت وكل لاعبتنا. والفتره اللي جايه ديت فتره صعبه فيها شغل كبير قوي وبس كلمة تحب توجهها للجمهور الأهلي إيه اللي توعدهم بيه؟ يمكن أنا طبعا يعني عايز أقول كلام كتير يعني جوايا بس لأنه هم عارفين يمكن هم عارفين إن جوايا طبعا جمهور النادي الأهلي يعني عارفين أنا ممكن أعمل إيه عشانهم يعني وعملت إيه طبعا عشانهم يعني بس طبعا ده ما يوفهمش لأن اللي عملوه أكتر من يعني أنا هعمله يعني جمهور النادي الأهلي ده في حتة تانية خالص بجد يعني. وعايز اشكر طبعا كابتن محمود الخطيب طبعا يعني على وقفته معايا و يعني كل من ساهم وقف مع كهربا الفتره اللي فاتت دي كلها طبعا عشان ما انساش اسامي يعني طبعا ناس كتير قوي عشان مش عايز انساها طبعا يمكن كابتن محمود الخطيب يمكن امير توفيق يمكن باشمهندس خالد مرتجي طبعا يعني كل الناس دي ليها دور ان انا جميل السيد برده كان ليه دور كبير لا طبعا يعني. لا ده بقى يعني ده بقى كابتن انا عشان بس ما ده من ورا بس يعني انا كنت بتكلم بس على الفتره اللي فاتت دي وهرجع وطبعا والجهاز الفني النادي الاهلي كله بالكامل يعني مستر رينيو مستر ديفيد مستر توماس يعني هو يمكن كابتن سامي يعني ليه برضو يعني بفضل فات دي فضل كبير برضو كابتن سلام حفيظ بقى كل يوم دايما عنده في المكتب لازم يتكلم معاه يعني الحمد لله يمكن حب وكنت طلع عزيز يمكن الدكتور نجار يعني كل الناس دي طبعا يعني في الجهاز الفني كله يعني ساعدوني الفترة اللي فاتت دي كلها بحب والدكاترة طبعا عايز بقى حالك بقى من ورا قوي طبعا يعني انا اول واحد طبعا اشكره يعني الحمد لله يعني الحمد لله ربنا كرمني بيه يعني والدي يعني ماليش غيره وده يعني فعلا الوالد يعني نعمه طبعا نعمه بجد يعني لازم الواحد يحافظ على والده بكل المقاييس يعني والدي وبعد كده كابتن بدر رجب كابتن جمال السيد الكابتن عادل عبد الرحمن في النادي الاهلي يمكن ام بي بقى كابتن سيد ياسين كابتن علي يحيى كابتن ليسي كابتن طارق عبد الله كابتن حسين امين طبعا يعني كابتن امام محمدين طبعا هو اللي اكتشف النجوم كلها صحيح يعني عشان ما انساش حد تاني يعني دول بقى مراحل الناشئين يعني غير بقى طبعا ذكرت الاسماء وكابتن محمد عمر طبعا كابتن محمد عمر منتخب الناشئين طبعا وكابتن كابتن ربيع ياسين لا كابتن ربيع ده حاجه تانية لسه كابتن كابتن مرعي حميد ده منتخب الناشئين وكابتن بربع ياسين بقى يعني اللي لسه نقابله كل يوم في النادي يعني ده حاجه تانية خالص ده بقى بالنسبه لي يعني ليك ذكريات مع كباتن كبيره قوي في مرحله الناشئين فاكر اول مرتب اخذته كم كان كم في كره القدم كان 94 و50 قرش في النادي الاهلي 94 جنيه و50 قرش و50 قرش ده كان لازم 50 قرش ده كان 50 قرش قبل ال 94 جدع لازم ال 50 قرش وتم 94 ده كان امتى؟ ده لما كنت في النادي الاهلي وانا عندي 10 سنين 11 سنه وكده كسرت يمكن في ذكرى يمكن عايز احكيها يمكن مع كابتن بدر رجب مع النادي الاهلي يمكن انا دايما ما بحبش اخسر
وهقول لحضرتك تاني يعني النقطه دي صعبه قوي بالنسبه لي. في ماتش في دوره في النمسا بنلعب كان 7-7 وكان معايا تريزيجيه يعني كان نفس جيلي فبنلعب فكنا خسرين 1-0 قبل النهائي من البوسنه. فانا في لعيب راح ضربني بالكوع في بطني فانا سبت خالص راح ضربته. انت قاعد شايله انت ما بتسيبش بس انا ما ضربتوش غير لما جبت جونين كسبنا 2-1 فضربت في اخر الماتش فطردت. كابتن بدر رجب جير ضربني فهناك الكابتن هاني عارف لو ضربت طفل صغير الحكومه بتيجي تمسكها على طول. الحكومه جت لا بتهزر والله العظيم هياخدوا كابتن بدر رجب هياخدوه يا كابتن والله دول لك كابتن عظيمه. كابتن عظيمه كان موجود فبيتكلم الماني كابتن عظيمه فكان يتكلم مع انت كنت في النمسا اوكي فاتكلم معاهم فتمام سابوه. فانا رحت بقى الايه خلاص احنا هنلعب بكره النهائي الصبح كان كل يوم. فكابتن بدر رجب جابني بقى كان البوكيت ماني 120 يورو والله حرمك منه مفيش بجد قلت له ماشي ما عنديش مشكله خلاص. فكنا بعد الماتش خدنا ايه بيت اليوم فري وكده فنزلنا فانا راح رجعت فكل لعيب فينا جايب بقى العصاير الشوكولاته البيبسي شيبسي كده بقى كنا صغيرين بقى فهو لقاني ان انا جاي ماسك شنط وانت معاك فلوس انا جبت فلوس عايز تعالى لي انت جايب الحاجات دي منين؟ قلت له مفيش السوبر ماركت اللي تحت اتصاحبت عليه خدت الحاجه حطها لي في كيس وماشي. قلت له بكره اجيب لك الفلوس ولا بتكلم اي حاجه ولا اي حاجه خدت الحاجه ومشيت. سابني ومشيت خلاص. كنت عملت ايه؟ كنت اديته رقم اودت كابتن بقول له الحاجه دي لا والله عادي والله سابني لان هو اللعيبه كلها دخلت تشتري وبتاع قال له خلاص خدت الحاجه كده اتفضل. فراح قلت له كده عملت له على اللي هو كده على بكره يعني فاهم كده مشينا احنا كنا 10 لعيبه لان احنا كنا صغيرين فكان الكلام ده عندي 11 سنه. فرجعنا تاني يوم كابتن بدر رجب بقى من ورا قعد طول اليوم يتحايل على منظم الدوره ان انا العب الماتش. انت عشان اتطردت فما وانا كنت هداف الدوره فتاني يوم راح جبت تريزيجيه قلت له تريزيجيه انا هلعب لازم تساعدني عشان خاطر ايه اجيب اجوان كل ما اجيب اجوان اروح لمين؟ هتروح لكابتن بدر عشان يرجع لي بوكيت ماني. بص دماغك انت رايحه فين؟ ماشي والله العظيم انت لازم يكون عندك كافيه ليه؟ فكابتن بدر الماتش ده كسبنا 5-1 ماتش النهائي ولعبت يعني النهائي جبت 4 اهداف ان شاء الله كل جون وراح كابتن بعد لما رجعنا فدخلت ايه؟ هاخد شاور في الاوضه خرجت لقيت البوكيت ماني على البتاع 120 وجنبهم 35 يورو مكافاه من كابتن بدر رجب. خدتهم قلت لهم يلا تعالى اعزمكم على ماك. تعالوا بقى خلاص عدت اللعيبه كلها كنا 9 لعيبه عزمتهم على ماك. لا ذكريات جميله ذكريات جميله جدا ذكريات النادي الاهلي طبعا يعني حاجه جميله بس احنا صغيرين يعني الحاجات دي طبعا بتفضل في الذاكره طول العمر طول العمر عمري ما غير بقى كمان ذكريات كابتن ربيع وانت لعبت ربيع كابتن قول لي اكيد كابتن ربيع دلوقتي سامعنا ف لا كابتن ربيع ده حبيبي على فكره بيحبك جدا لا كابتن والله انت كابتن ربيع يمكن انا كنت في المنتخب اكبر مني بسنه الشباب كان معايا صالح فكان دايما كل ما اروح اوتيل لازم كابتن ربيع اوضته في اوضه انا وصالح وكان رفعت وكنت انا معايا لعيب من الاسماعيلي اسمه محمد شريف كنا نقعد لان انا دايما بالليل بجوع فبطلب اكل فهو عنده الحته دي صعبه وكنا احنا بنلعب بطوله افريقيا كاس افريقيا للشباب فالمهم خلصنا الماتشات فرحنا ايه قبل النهائي كسبنا 2-1 نيجيريا طبعا يا كابتن والله العظيم الماتش عمري ما ننساه ما طلعناش من 18 الشوط الثاني دخلت الاوضه خدت سكت الموبايل كان واتساب كنا في الجزائر بعت المتلا دعي لي هنخسر خلاص والله العظيم بتكلم بجد مقفوله يعني ما طلعناش 45 دقيقه كابتن انا ما لمستش الكوره ولا انا وكان ولا تريزيجيه ولا كان رفعت ولا صالح اللي هم المجموعه اللي قدام وكان رامي ربيعه ورا ميت عليك رامي وياسر كانوا ميتين احمد سمير كانوا ميت وبعدين مفيش امل ان احنا نطلع ونيجيريا بقى كانوا ايه كلمت والدتك قلت لها دعي طبعا هي ولا شافت ولا اي حاجه انا اصلا يعني بعد الماتش شافت يعني لا هي بعد الماتش شافت بس انا ايه اللي هو ايه احس نفسي ان امي تدعي سبت الموبايل رحت نزلنا الشوط الثاني راح ربنا كرمني بجونين ان شاء الله وانا الحمد لله راح جبت جونين جبت جونين 2-1 قبل نهائي كاس افريقيا الشباب بعد الجونين دول بقى راح وقفنا كلنا في 18 يرجع تاني كسبنا بقى الماتش رحنا على الاوتيل غيرنا الاوتيل يا كابتن غيرنا الاكل اللي معايا الشيبس البسكوت الحاجات دي خلصت طب اعمل ايه بقى؟ جوع بالليل السواق
بتاع الباص اديته 50 دولار، قلت له هات لي شيبسي وبسكوت مش عارفه كده ب$40 وخد ال$10. قال لي ماشي. عارف الصراحه عمل ايه؟ راح اداها كابتن ربيع، راح خد الفلوس راح اداها كابتن ربيع والله العظيم يا كابتن، وسبته مفيش اي مشاكل. جت الساعه 12 كان تاني يوم النهائي، كان تاني يوم النهائي قدام غانا بالليل، راح كابتن ربيع راح مخبط على الباب جايب لي موزه تفاحه، قلت له يا كابتن لا انا جعان عايز شيبسي وعايز شيبسي. قال لي شيبسي وبيبسي ايه؟ في بكره نهائي نام. والله راح مزعل راح قفل الباب، والله افتح الباب بتاعه ومشغل بقى قران لحد لما انا نمت. صحيت تاني يوم بقى على الفطار والله العظيم. ذكريات جميله، نورتنا وشرفتنا، وان شاء الله دايما نشوفك في البيت الكبير بيت النادي الاهلي، ونشوفك كمان متشوقين جدا نشوفك ان شاء الله في الملعب بتحرز اهداف وبطولات. نورتنا كهربا، ودايما متالق ان شاء الله باذن الله. حبيبي يا كابتن، يمكن مبسوط ان انا كنت مع حضرتك النهارده، طبعا مبسوط ان انا معاك النهارده يعني، واتمنى طبعا يعني باذن الله مزيد من النجاح ليكوا باذن الله في البيت الكبير، ويعني ما شاء الله القناه يعني حاجه تشرف بجد، وحضرتك طبعا تشرفوا بجد والله. انا تشرفت ان انا كنت معاكم النهارده. انت شرفتنا النهارده، وبنتمنى لك فعلا كل التوفيق ان شاء الله. واحنا كده حلقتنا خلصت، بس بكره في حلقه جديده في البيت الكبير من 10 لـ1. اتفضل.